مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورينا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور حديث فيه زي ما كملناه او هنكمله من امبارح، محور حديث عن مباراه الاهلي والمصري الهامه جدا، مباراه نهائي كاس مصر واللي بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي. هيكون معانا النهارده ضيف كبير جدا، نجم الاهلي ونجم مصر ان شاء الله بعد الفاصل هقول لكم هو مين. يعني نجم كبير، اعتقد ان هو يعني هيتكلم كلام مهم جدا جدا عن مباراه الغد وعن ذكرياته مع النادي الاهلي وخصوصا كاس مصر وخصوصا كمان مباراه الاهلي والمصري. يعني قبل ما ابدا المحور بتاع الحلقه النهارده ان شاء الله اقول لكم اخبار. الاهلي يلاقي الترجي يوم 16 سبتمبر في ذهاب ربع نهائي الابطال. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الاهلي حدد موعد لقاء الذهاب امام الترجي التونسي ان شاء الله ليكون يوم 16 سبتمبر المقبل، وذلك في اطار دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. أوضح شمس أن إدارة الأهلي أرسلت خطابا للكاف بموعد المباراة التي ستقام على برج العرب، ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرفقا به الموافقات الأمنية اللازمة. إن شاء الله يوم 16 سبتمبر مباراة هامة جدا، بطولة هامة جدا، يعني كل الجماهير الأهلاوية مستنياها وكل الجماهير الأهلاوية بيدعوا أنها تكون من نصيب النادي الأهلي تحديدا إن شاء الله. هيكون في 20,000 متفرج ان شاء الله هيؤازر النادي الاهلي امام الترجي. اللواء شيرين شمس ايضا مدير تنفيذي النادي قال ان الاهلي تلقى الموافقه الامنيه بحضور 20,000 مشجع لمباراه الفريق الاول لكره القدم بالنادي امام الترجي التونسي. يعني برضو 20,000 ان شاء الله ب 200,000، يعني صوت الاهلاوي، احنا دايما متعودين صوت الاهلاويه كانوا 5,000 بعد كده 10,000 بيرجوا الاستاد في اي مكان. ثلاثي الاهلي يواصل برنامجه التاهيلي في ميران اليوم. ثلاثي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مروان محسن وسعد الدين سمير وكريم ندفيد ادوا تدريبات تاهيليه على ملعب التيتش بالجزيره صباح اليوم الاثنين، وخاض الثلاثي تدريبات تاهيليه تحت قياده طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل على هامش البرنامج الاستشفائي الموضوع لكل منهم للتخلص من الاصابه. يعاني سعد الدين سمير، اكيد طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان هو بيعاني من شد في العضله الاماميه، بينما يشكو كريم ندفيد من اجهاد في العضله الخلفيه. قدام حضراتكم تدريب الاهلي اللي خاضه منذ قليل استعدادا للمباراه الهامه ان شاء الله غدا. يغيب الثنائي عن نهائي كأس مصر أمام المصري لهذا السبب، بينما يواصل مروان محسن مهاجم الفريق تدريباته المنفردة وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الطبيب الألماني الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي. وينتظم سعد الدين سمير وندفت في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة نهائي كأس مصر إن شاء الله، والمحدد لها في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب. يعني سعد الدين سمير ان شاء الله يرجع بسرعه، محتاجينه اكيد، محتاجينه اكيد، محتاجينه بقوه كمان. كابتن حسام البدري بيمنح السيد وبركات ورضوان راحه سلبيه من ميران الغائبين. حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي منح اليوم ثلاثي الفريق حسين السيد وعمرو بركات وعمر رضوان راحه سلبيه من ميران اللاعبين الغائبين عن مواجهه المصري غدا، وحصل الثلاثي على راحه من التدريبات الخاصه بالغائبين عن مباراه نهائي الكاس امام المصري على ان يستأنف الثلاثي تدريباتهم في العاشره صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيره. اكيد طبعا كلكم عارفين او كلكم تابعتوا الجدول الدوري الجديد، يعني جدول الدوري هتبقى بدايته عسكريه للنادي الاهلي في الموسم الجديد. قرعه مسابقه الدوري الممتاز اسفرت عن مواجهه الاهلي لفريق طلائع الجيش في المباراه الاولى بالمسابقه في الموسم الجديد. يعني القرعه ما تقدرش تقول هي سهله او صعبه كمباريات، لكن اعتقد ان اخر 6 مباريات صعبين جدا على النادي الاهلي، صعبين قوي، مواجهات بفرق كبيره. هقول لكم الاهلي هيقابل مين. اول مباراه الاهلي في طلائع الجيش، الاهلي في المقصه، الاهلي في الرجاء، الاهلي في الاسماعيلي، الاهلي في الاتحاد، الاهلي والمقاولين العرب، الاهلي والاسيوطي، الاهلي والنصر، الاهلي والانتاج الحربي، الاهلي والداخليه، الاهلي والمصري. بصوا بقى اخر 6 مباريات مين: الاهلي والمصري، الاهلي وانبي، وبعدين استراحه كده الاهلي وطنطا، بعد كده الاهلي وسموحه، الاهلي ودجله، الاهلي وبتروجيت، والاهلي والزمالك. يعني جدول خلاص الفرق دلوقتي يا جماعه
ما فيش سهل وما فيش صعب، الفرق كل سنه مستواه بيزيد والفكر كمان بتاع اللعيبه بيزيد، ما عادش في خوف من الاهلي والزمالك تحديدا، عشان كده بتلاقي نديه قويه جدا. قبل ما نطلع فاصل عايز اقول كلمه في العموم، في العموم وفي المطلق كمان. دايما بيجي اوقات كده بتظهر معادن الرجال فيها، اوقات الشده في اي مكان، مش في مكان محدد، فلو سمحتوا يعني خلينا نخاف على اسم النادي الاهلي مش على اسم اشخاص، خلينا نفكر في النادي الاهلي، في مؤسسه النادي الاهلي، في كيان النادي الاهلي، بلاش نوجه نفسنا او نوجه الناس لاشخاص معينه. الاهلي بمن حضر، كلمه الاهلي بمن حضر، بلاش يا جماعه نعمل رجاله على اسم نادي الاهلي. نادي الاهلي بمن حضر فيه، نادي الاهلي عمره ما كان نادي اشخاص، نادي الاهلي اهلا وسهلا بمن حضر فيه، وكله بيزداد فخرا ان هو بيشتغل جوه النادي الاهلي، وكله بيكبر جوه النادي الاهلي، وكله استفاد من النادي الاهلي. فلو سمحتوا خلي قلبكوا على النادي الاهلي، انا لازم اقول الكلمتين دول لان انا راس نظيفه ما عنديش بطحه بخاف منها خالص، بخافش من ربنا وبس. فلو سمحتوا فكروا في اسم النادي الاهلي وبس. فاصل عشان نستقبل النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الاهلي الموهوب علاء ميهوب. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني ضيف كريم جدا، يعني هو بيته طبعا، لكن كان لعيب مميز جدا، لعيب كان فاكهه، يعني اعتقد ان كل جماهير الاهلاويه كانت بتستمتع بادائه، تستمتع بمكانه اللي ما كانش معروف الاهلاويه، يعني هو بيلعب هاف المفروض، لكن كان بتلاقيه بيجيب اجوان، تلاقيه بيدافع، تلاقيه بيجيب اجوان بدماغه. كنت ايامها انا زملكاوي بقى، كان بيجيب اجوان فينا، بس كنت بقى الحمد لله بقيت اهلاوي بعد كده الحمد لله. يعني بينورنا طبعا وبينور بيته دايما، وبتشرف ان انا بقابله على طول، الكابتن الكبير الموهوب علاء ميهوب، منور الدنيا. ربنا يخليك يا ميدو، ميرسي على المقدمه الجامده دي. لا ده حضرتك تستاهل اكتر من كده. الله يخليك، اشكرك. ويعني لسه شايفين طبعا الاهداف وشفناها امبارح، الهدف اللي هو بالشمال طبعا ما اكيد ما كنتش قصده. لا خالص خالص، لا لا يعني شعور تحجز على الراجل وتروح على الخط ويطلع لك، هي دايما عارف اوقات الصدف بتساعدك في تاريخك، فهي ساعدتني شويه. يعني كنا بنستمتع بادائك. الله يخليك يا ميدو، ربنا يخليك. من اللعيبه القليل اللي انا مش عارف، انا ما بجاملش، دي حقيقه، اللعيبه القليل اللي كانت بتمتع الجمهور وكانت حتى هي بتستمتع بادائها في الملعب. تعالى نبدا بالهدف اللي تشب ده، لانه صعب جدا، يعني قاطع ومحجز على الراجل، وكره على شمالك صعبه جدا، وطالع لك جون كمان طويل قوي، الله يرحمه الكابتن عادل، وحطها بتشب من زاويه صعبه جدا وبشمالك، فايه اللي جه في دماغك ساعتها؟ بص، لا هي صعوبه الهدف ده التوقيت بتاعه. انت بتلعب اكسترا تايم، يعني انت المفروض لاعب 90 دقيقه متعادلين في اخر دقيقه، والمفروض الكاس كان بتضيع، وانت عصبيا كمان ومشدود وكميه جري كتير جدا، انت طول المباراه انت عايز تتعادل. فالتوقيت ده كمان حته الجري الكتير قوي، الحمد لله رب العالمين، يعني او مسافه الجري قطعتها تقريبا من نص الملعب، طبعا بتمريره سحريه من كابتن خالد جد الله، لان وصلت لحد عادل عبد المنعم الله يرحمه. انا طول ما انا بجري الفتره دي يا ميدو، انا عيني على حد مكمل، انا طول ما بجري انا كنت متطرف شويه، انا خدت بالظبط الاهلي والمصري، خدت القرار ده بالظبط اللي هو في اخر ثانيه، انا اخر زقه في الكوره، انا مش شايف حد مكمل، اخر واحد كان، اول واحد كان باين مكمل سمير فوزي، ولمحت كده كل الكلام ده، يعني الحمد لله كان في ثانيه، ولمحت ان عادل طالع، هو ده قرار جه في دماغي ان انا شيء بسيط قوي كده، طبعا التوفيق من عند ربنا، وطبعا بعد كميه الجري دي وانا كنت محجز على كابتن علي المصري، شيب خفيف كده، طبعا بتوفيق ربنا وصلت ل 2-1. هاتوا لنا الهدف يا جماعه، ده الهدف الاول، هاتوا لنا الهدف الثاني ورجع الهدف الاول، لان الهدف الثاني صعب قوي، صعب قوي، يعني كان هدف يعني فعلا لما انا شفته امبارح، وكان معايا الكابتن حبده ابو راد، الكابتن محمود صالح. ده صعب في توقيته، الهدف الاول ده صعب في توقيته. لا كابتن محمد حشيش اسف، وكابتن محمود صالح. لا الهدف صعب، لا صعب كمان فيه يا كابتن علاء، لا واحد وانت مش اشول اساسا، لا وبعدين دقه مش طبيعيه، ان هو الاول والثاني جنب شمالي، ما انا مش بقى شمالي، سبحان الله، يعني بس يعني اللعيب الموهوب موهوب، ربنا يخليك يا ميدو، الله يكرمك. لا يعني كمان دي كانت توقيتها قاتل، دي لا دي
غيرت دي غيرت الدنيا كلها، رجعت لك الكاس تاني وسبحان الله. يعني هي مكتوب ان احنا الكاس لينا، لكن التوقيت ده بالهدف ده رجعت ده. بص خالد، بص هو جاري من نص الملعب بالظبط، يعني من دايره السنتر كويس. ده علي، ده كان علي المصري. هي بص انا كل ده بجري يا ميدو، انا رفعت عيني يوم لمحت سمير استتاخر، فخدت القرار لما لقيت عادل طلع. لا حاجه يا الحمد لله، حاجه جميله. الله يخليك يا ربنا يخليك. وكل ده خلي بالكم يا جماعه، يعني كل ده والكابتن علاء ما كانش ضمن اختيارات المنتخب. يعني طب يعني اللي كان بيلعب في مكانك كان بيعمل ايه؟ هي السنه دي غريبه، السنه دي غريبه شويه. يعني لما ما تكونش لا طبعا، يعني الاحترام كامل لكل الناس يا ميدو، لكن هو الصعب ان الموسم ده من احسن المواسم اللي عملتها مع النادي الاهلي. اكيد اكيد. انا بالظبط كان اول سنه 81 ده 84، كنت ثالث موسم بالنسبه لي، وكنت الحمد لله في فورمه ممتازه. وقتها كان كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه بقى، الله يرحمه، هو اللي كان ماسك منتخب مصر. تمام. كان في كابتن شوقي غريب بيلعب ناحيه اليمين مكاني، وكان دايما بيحاول يعمل مفضله بيني وبين محمد حنة كابتن الزمالك، يعني صديق عمري كمان يعني. فهو استقر في الاخر ان هو بياخد الكابتن محمد حلمي. محمد حلمي بيلعب ناحيه الشمال، يعني كان احنا زمان كان في هاف يمين ونص وشمال بالظبط، كانت طريقه اللعب كده. كابتن شوقي غريب كان بيلعب نفس المكان بتاعنا. تمام. وكابتن عبد الله وحش كان يعني معتقد خلاص ان كابتن شوقي هنا في المكان ده، فجاب محمد حلمي ناحيه الشمال. المهم يعني سبحان الله، وانا الاولمبياد طارت مني، لكن سبحان الله ربنا كان كاتب لي حاجه تفضل في تاريخي. الفرحه دي اكتر من فرحه يعني. لا يا بص يا ميدو، يعني سبحان الله، بص المباراه من 84 يعني تعدي الايام والسنين ويجي لك مباراه اهلي ومصر تاني، فالناس تفتكر الهدف او الهدفين اللي انا جبتهم طبعا بمساعده الناس اللي معايا وكاس. فعارف سبحان الله، ما تزعلش على حاجه. انا طبعا اتاثرت وزعلت جدا يوم ما خدوش منتخب مصر. أكيد. لدرجه كابتن جوهري قال لي كلمه انا فاكرها لحد دلوقتي، قال لي يا ابني ما تزعلش، ان شاء الله في حاجه كويسه عشانك. وخلاص على كده. قبل الكاس كام، قبل الفاينل كمان في مباراه صعبه جدا، مباراه المقاولين العرب قبل النهائي، هنجيبها دلوقتي. دي حاجات، دي دراما يعني. قبل النهائي ونهائي ماتشين دراما. كل الجيل اللي موجود ده يا ميدو، اللي انت كنت طبعا عملت حاجه حلوه قوي ان انت بتتعرف الناس بيهم تاني وترجعهم. الناس دي تستحق كل تكريم وكل خير، وناس لعيبه كبيره ومحترمه وبتحب النادي وبيلعبوا كره للكوره. يعني كنت امبارح اتفرجت عليك، كنت جايب محمد حشيش ومحمود صالح وكابتن خالد جدال عمل مداخله كمان. لا ناس انا بحب اسمعهم، بحب اشوفهم. النهارده كان حمد برادي وكابتن شريف عبد المنعم، ناس طبعا جيل جميل، وعمل الحمد لله بطولات للنادي الاهلي كتير قوي. هو بصراحه كابتن، يعني انا بس عايز بس اعلق على نقطه. يعني الناس مش فاكراك عشان اهدافك، الناس فاكراك بلعبك، بشخصيتك، بعطائك كله للنادي. يعني الناس مش فاكراك عشان الاهداف بس، الناس مش ناساك اساسا. يعني لا لا ربنا يخليك. لا انا بقول لك، بس هو ايه، مباراه اهلي ومصر دايما بيجي لهم الناس في ذاكره الهدف ده. انا بالنسبه لي كمان في هدف غير اهلي ومصر، اكيد قلت لك قبل كده، كنت معايا في المحله هنا الاهلي واشغال الصومال في بدايه بطوله افريقيا اللي احنا اخذناها، هدف برضه في الدقيقه 90 كابتن مصطفى عبده رفعها، كابتن حسام البدري عملها بدماغه. انا كنت لما انت شفتني انا كنت في 6 يارد في المباراه دي، ما اعرفش ايه اللي وداني يعني. الكلام ده كان ده 81 كمان، يعني كنت لسه يا دوب اول سنه مع الفريق الاول. الدقيقه 90 دي ذكرياتها كتير قوي من دي حقيقة. يعني حاجه حاجه مش طبيعيه. يعني ممكن ندخل بها موسوعه جينز اساسا. ممكن يعني الدقيقه دي على طول متكرره على مدار التاريخ كله، على الاجيال كلها بالظبط. يعني اهداف حاسمه على طول كتير قوي. شوفي انت بتتايتل تاني اصل ايه جينز دي؟ خلاص. يعني برضو باكد على كلام حضرتك وطبعا للساده المشاهدين، احنا طبعا الاهلي عمره ما بينسى ولاده. يعني حاجه فعلا مش موجوده. عشان كده عملوا ماتشات زمان، بيجيبوا بيها الماتشات وبيجيبوا فيها النجوم، بيحاولوا يكرموا النجوم على قد ما يقدروا. وان شاء الله يعني ينالوا القدر اللي هم المفروض ينالوه ان شاء الله. نشوف ماتش المقاولين يا جماعه، في اهداف موجوده؟ يلا هاتوا لنا ماتش المقاولين نشوف الاهداف. الهدف بتاعك ونتكلم اهو، ده قدامك اهو. الشمال برضه مين؟ ايه الشمال ده؟ ايش؟ لا الهدف ده بص احكي لك عليه. ده نفس يعني الهدف ده كابتن رمضان السيد اللي عامل الكوره دي على فكره. عامل بص كابتن رمضان السيد، الناس كلها اتخدعت وحطيتها في الجول، بس لسوء حظه جت في القائم وجت لنا، انا مكمل بالشمال. ده الهدف الثاني برضه، كنا بنلعب برضه اكسترا تايم، بس المشكله ان هنا انت في اول دقيقه في اول مباراه انت بتسنتر، احنا 1-0 تغلبنا 1-0 في اول دقيقه. يعني شوبير يفتكر الماتش ده كويس قوي، كابتن خالد جدالة بالظبط يا ميدو. احنا بدايه المباراه 1-0 المقاولين، بعدها ب 10 دقائق طرد كابتن مدحت رمضان طرد، فانت بتلعب من اول 12 دقيقه ناقص واحد مع المقاولين العرب فول تيم. المقاولين العرب كان كان مرعب. شفت التشكيل بتاعه ناس جامده جدا، كان مرعب انطوان وكان عبد الرزاق وكل اللعيبه الكبيره، فانت بتلعب من اول 12 دقيقه ناقص لعيب ومغلوب 1-0.
حمد ابو راي طبعا هدف تعادل، اكسترا تايم برضه كالعاده 2-1 جبت الهدف اللي بالشمال. بس ايه الكابتن رمضان السيد عمل الكوره ازاي؟ لا لا غريب غريب غريب، لا التفكير كمان، لا ده من احرف اللعيبه اللي ممكن تلعب معاها في حياتك. اه والله انا يوم ما طلعت يا ميدو انا كنت طلعت على ناس انا صغير بتفرج عليهم ما كنتش متخيل ممكن العب طبعا يعني، لكن هي دايما انا بقول لك حاجه الظروف بتساعدك وانت وحرفانتك وانت وشطارتك انك تستغل الفرصه. كابتن رمضان السيد، كابتن مختار، محمد عامر، خالد جد الله، مجدي عبد الغني، ولحقت كابتن شطه كمان في الاخر. سته بيلعبوا كبار جدا وانا لسه يا دوب طالع اول سنه. الظروف ساعدت. كابتن رمضان السيد كانت جات له اصابه لعبت انا. بس مشت لعبنا، اتجمعنا كلنا مع بعض انا وكابتن رمضان وكابتن خالد جد الله يوم الساعه 84 هنا لعبت المنتخب مشت. عايز اقول لك احلى فترات عمري واحلى لعب لعبته مع كابتن رمضان، كابتن خالد جد الله وزكريا ناصر. انا كنت بستمتع بيهم طبعا. انا كنت بستمتع بكابتن رمضان وكابتن خالد جد الله. متعه يا ميدو، متعه مش في الماتش، مش مباريات، تمرين. انت رايح التمرين انت مبسوط، انت رايح حاجه انت بتحبها قوي طبعا، هتقابل ناس بتحبهم جدا عشان كده بقول لك الجيل ده كله كده كميه حب كانت موجوده في الملعب مش طبيعيه. احنا شفنا الهدف الثالث مباراه الاهلي والمصري 84، كابتن خالد جد الله مش كان الثنائي بتاعه مين؟ قعد يلعبوا الكوره. انا عايز اجيب من الاول الجول. هنجيبها انا عايز اقول شبير شات الكوره انا وكابتن خالد جد الله، وبعدين هدف حلو قوي كمان. يعني عايز اقول لك احنا كنا قبل اي كل قبل اي حاجه اللي يمكن اللي ناقصه ناس كتير قوي انك بتلعب حاجه بتحبها متعه. يعني انت رايح تتمتع، بتمتع نفسك، بتمتع الناس، فانت حاجه بتحبها بتعملها بحب. يعني مع الفرق اكلمك في الحته دي تحديدا يا كابتن عامر، اكلمك لان الحته دي فعلا فرقت كتير قوي بجد دي حقيقه. هو ده الاساس يا ميدو، انك بتعمل حاجه بتحبها. طبعا غير بقى الحاجات اللي بقت زياده ما شاء الله على لعيبه الكوره، لا انت بتعمل حاجه بتحبها. يعني يكفي انك بعد كل العمر ده كله ما بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي الناس فاكراك، دي تكريم ما بعده تكريم. انا دايما بقول حاجه اللي بينتمي للنادي الاهلي ده شرف ما بعده شرف، بس دي حقيقة. مش بعد كده دي هو حقيقة. ده لا دي حقيقة اللي بتطلع بيه فعلا يعني. والله كابتن علاء دي حقيقة والله. كنت عايز اتكلم في الموضوع ده تحديدا او قلت لمسي فيه. طب ناخد بقى كابتن رمضان، قوي بصراحه شو اول مره اشوف كابتن رمضان يعني الكوره دي. كابتن رمضان يا عبد الحميد ازيك يا كابتن؟ منورنا طبعا في الاول معايا كابتن علاء ميهوب. انت اللي منور، وعلاء ميهوب منور الدنيا كلها. كابتن رمضان ازي حضرتك؟ ربنا يخليك عليا. لسه بكلمه على المتعه واللعب بتاعك الجميل وحرفندك الزياده عن اللزوم. ربنا يخليك. والله العظيم كنت بتمتع، يعني انا عن نفسي وانا كنت معاك في الملعب انا كنت بتمتع بطريقه لعبك، وكان ليا الشرف ان انا العب معاك فتره مش قصيره الحمد لله. ربنا يخليك عليا، ده انت اللي كنت لعيب. لا يا كابتن والله وحياه ربنا انا فعلا من الناس اللي انا كنت بسعد ان بلعب معاهم فعلا. ربنا يخليك عليا، ربنا يخليك يا حبيبي. ايه الترقيصه دي يا كابتن رمضان؟ ترقيصات ايه الترقيصه اللي احنا شفناها في يعني الفرقه كلها راحت في مكان، وبعدين عايز تحط الكوره كمان، ده كان هيبقى جون عالمي لو كان جه. ايوه صح، بس من نصيب الكابتن علاء بقى ان هو يكمل فيها ويحرز هدف يعني في توقيت قاتل. ده ماتش المقاولين. ها بالظبط. ده اقول لك حاجه اهي احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي ترقيصه يعني حاجه جميله جدا. ده كمان المباراه دي احنا كنا بنلعب شوط ثاني واحنا ناقصين واحد بالظبط. كابتن مدحت مدحت رمضان. مدحت رمضان. مدحت رمضان. لعبت مباراه من المباريات اللي انت عارف يا عبد الحميد الكابتن شربيني ربنا يديله الصحه يا رب كان بيزعها. في الشوط الثاني قال لك انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي مش 10 لعيبه، انا شايفهم 20 لعيب. صح بالظبط، دي حقيقه فعلا من الاشواط الجامده جدا 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 للنادي الاهلي. وبعدين بتلعبوا قدام تيم مش سهل يا كابتن، يعني تيم مرعب. تيم مرعب وتيم كان قوي جدا جدا جدا. لكن الحمد لله احنا عملنا زي ما قلت لك الشوط الثاني حاجه مباراه قويه جدا يعني. يعني طبعا كان النجم طبعا علاء ميهوب. ربنا يخليك يا كابتن رمضان، ربنا يخليك يا كابتن. لا والله انا كنت بقول لميدو يا كابتن رمضان هي كانت مجموعه كلها مجموعه نجوم في بعض، كميه الحب وكميه ان احنا دايما عايزين نكسب ودايما بنحب بعض ودايما قلبنا على قلب بعض، هو ده اللي كان بيكسبنا مباريات. يعني ماتش المقاولين اللي حضرتك بتحكي عليه ده يعني ما ينفعش يبقى من اول 12 دقيقه تلعب 10 لعيبه مع فول تيم للمقاولين وخسران 1-0. لا فريق المقاولين كان قوي جدا يا ميدو جدا. وانت المفروض عندك حوالي 5-6 لعيبه في منتخب مصر. لكن ما شاء الله بقول لك دايما بقول لك حاجه النادي الاهلي كله نجوم. يعني 5-6 مش موجودين، في نجوم كتيره جدا. ولسه كنت بقول لميدو يا كابتن رمضان انا عن نفسي انا كنت بستمتع باللعب معاهم والله العظيم ومنتهى الامانه. طبعاً انا كنت بستمتع فعلا. بنلعب كوره على مستوى عالي جدا. بص اقول لك حاجه على اتفضل يا كابتن. رغم ان احنا علاء كنا هواه ولكن احنا يعني كنا بنطبق الاحتراف اكتر من دلوقتي. دي حقيقه. يعني احنا مثلا كنا بنروح النادي الساعه 12 ونقعد لغايه التمرين الساعه 3 ونتغدى في النادي لوحدنا كده
ننزل التمرين مثلا نيجي قبلها مش عارف ننزل التمرين قبلها بثلث ساعة نعمل 4-2 كان استمتاع ما كانتش يعني كان يعني وفعلا كان كل الناس متهيألي بيطبقوا الاحتراف أحسن من دلوقتي بالظبط دي هي يا كابتن رمضان والله طيب ازاي نرجع يا كابتن رمضان يعني المفروض ان بقى في حافز اكبر دلوقتي اللي هو الموضوع المادي يعني ازاي نرجع اللعيبه لانتماءاتها تاني مع ان هو معاه حافز اصلا كمان غير ان هو بيحب الكوره معاه حافز كمان اللي كان يعني جيلكم محروم منه او مش محروم ما كانش موجود اللي هو الحافز المادي الكبير قوي ازاي نرجع الموضوع ده تاني اساسا ان لعيب الكوره حاليا دلوقتي رغم ان هو محترف لازم يعني يحب كره القدم دي بشكل يعني غير عادي واقول لك حاجه يعني انا في لعيبه مثلا بتاثر في حق نفسها انت ممكن تعمل اي حاجه بعد مثلا ما تبطل كوره الا انك تلعب كوره بالظبط بالظبط يعني ممكن تسهر ممكن مش عارف تعمل ايه ممكن تعمل حاجات كتيره جدا الا انك ترجع تلعب كوره بالظبط فانا بقارب فعلا النجوم اللي موجودين دلوقتي وفي نجوم على مستوى عالي جدا 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 الحقيقه ومهاريين ولاعيبه على مستوى عالي بس انا بقول لهم يعني حبوا الكوره هتلاقي الجمهور بيستمتع بيكوا بشكل غير عادي وفعلا في نجوم عندنا الحمد لله في مصر وفي النادي الاهلي يعني نجوم كبار جدا 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 اكيد يعني كابتن انا في رايي عبد الحميد لو في الاحتراف وعلاء ميهوب موجود وكان خالد وكان فيبو وكان المجموعه دي انا مش عارف كانوا هيجيبوا لهم فلوس منين دي حقيقه والله دي حقيقه وكانت كمان الجماهير كمان هتكتر اكتر من كده كمان بالظبط يعني كابتن اكيد الحدث بتاعنا مباراه الغد الاهلي والمصري مباراه اللي يعني كل عشاق ومحبي النادي الاهلي بيستنوها بكره ان شاء الله شايف المباراه ازاي وراح في اتجاه مين ومين الاجهز لهذه المباراه هي طبعا مباراه نهائي الكاس يعني خلاص اوريدي 50-50 50% 50% لكن لو انت بتتكلم على الحاله اللي هي اللي عليها دلوقتي تيم النادي الاهلي وعليها تيم المصري طبعا في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا طبعا بفضل الحقيقه حسام حسن لكن انا في رايي ان الفتره دي تيم النادي الاهلي من اجهز الفترات اللي مقضيها في الموسم دي حقيقة. يعني مباراه سموحه مثلا عامل مباراه يعني على مستوى عالي جدا 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 يعني كان جاي باربع تجوال كان ممكن يسجل كمان اربع تجوال ثاني يعني فورمه هايله اعتقد لو لعيبه النادي الاهلي قدروا يحافظوا على الفورمه دي في خلال ال 90 دقيقه بتوع مباراه الكاس اعتقد ان النادي الاهلي يبقى اقرب يعني ايه اللي حضرتك متخوف منه يا كابتن بكره في هذه المباراه فنيا؟ يعني انا اللي متخوف منه الهجمه المرتده الحقيقه الهجمه المرتده لو تيم النادي الاهلي فتح الجيم بشكل كبير اعتقد ان فرقه المصري بتقدر تعمل الهجمه المرتده بشكل كويس وبيقدروا يخلصوا ماتشات كتيره جدا فيها الحقيقه دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه يعني شايف المباراه من وجهه نظر كابتن رمضان السيد راح لمين؟ انا شايف يعني انا لو كل مباراه نهائي الكاس زي ما قلت لك 50-50 المباراه دي بتمشي في الاتجاه ده لكن النادي الاهلي بيزيد شويه على الحاله الفنيه اللي ادى بيها الحقيقه الفتره الاخرانيه بالذات خصوصا مباراه سموحه في الدور قبل النهائي اعتقد الكفه بتميل شويه للنادي الاهلي. اكيد يعني لكن ده لازم نحذر ان تيم المصري تيم الحقيقه ما بيستسلموش بالزبط. وبيقاتلوا لغايه اخر دقيقه بالزبط. اعتقد ان المباراه تبقى قويه جدا جدا واعتقد الناس هتستمتع بيها بالظبط يعني كابتن دايما بتنورنا وبتشرفنا ويعني شكرا جدا ونورت وشرفت في هذه المداخله الجميله جدا يعني كابتن رمضان من احسن المدربين اللي عمل لك فرقه كوره طبعا على اعلى مستوى لعيب كوره عالي جدا يعني عايز اقول لك ان الكابتن رمضان السيد كابتن امام محمدين هم اللي عملوا فريق ام بي لا الفريق اللي كان امام محمدين هو اللي كان ليه الفضل الكبير قوي في قطاع الناشئين في انبي وامام على فكره من الناس اللي اعرفه من زمان جدا وكان لعيب كوره كويس قوي كمان بالزبط. كابتن رمضان طبعا كان لعيب كوره هايل اكيد طبعا بالظبط يعني ده قدامكم بدايه التدريب منذ قليل دي حاجات حصريه على قناه الاهلي لكن هو كابتن رمضان عنده بدلك شويه
هو مدرب يعني عامة في التدريب محتاج حظ شوية، محتاج حظ، ممكن تبقى لكن مدرب بيعمل كل حاجة بس في الآخر بالظبط المدرب بيقاس بيها ميدو غير لعيب الكورة بنتائجك، ممكن تبقى مدرب كويس جدا وبتعمل كل حاجة صح لكن أنت مش محظوظ، نتائجك هي النتائج اللي بتقيسك، واللي على فكرة أمثلة كتير جدا وفي ما شاء الله مدربين كويسين جدا بشكل كويس قوي وحظه كويس هو ده تلاقي النتيجه كامله بالنسبه بالظبط بالظبط. يعني تعالى نروح من حته اللعيبه، اللعيبه زمان واللعيبه دلوقتي، وزي ما انا سالت الكابتن رمضان وقال لي لازم اللعيبه تحب ولازم اللعيبه مش هجبر اللعيب ان هو يحب حاجه استحاله، بص يعني يقول لك ايه لازم تحبوا بعض، انا مش هجبرك ان انت تحب زميلك ومش هجبرك تحب الكوره. الحته الماديه فرقت بالسلب، في ناس خدتها بالسلب وخدتها بالجانب. بص يا ميدو سيبك من خلي الحته الماديه على جنب، اتفضل. انا دايما بقول حاجه على لعيب الكوره، انت ربنا مديك نعمه كبيره جدا جدا، في واحد بيعرف قيمه النعمه دي فبيحافظ عليها فبتكبر معاه بحاجه ممتازه حتى بعد ما يبطل، فعلا. في واحد ما بيعرفش قيمه النعمه دي لما تضيع منه، فعلا. هم كابتن رمضان قال كلمه حلوه قوي، قال لك انت بتحب بتعمل حاجه بتحبها، يعني احنا زمان كنا بنلعب كوره انت بتحب كوره جدا فانت مش مستني مقابل، لا ده ما شاء الله طبعا ربنا يزيد. انت اساسا بتلعب كوره عشان بتحبها، انا ما بجبركش عشان تلعب كوره يا ميدو وانا اجبرتك تلعب كوره، لا انت بتلعب كوره بتلعب لعبه بتحبها ومديك اسم ما شاء الله وشهره الى جانب ماديا كمان ما شاء الله ممكن تعمل فلوس كتير جدا بالزبط. فانت مستني ايه؟ انت بتضيع السنين دي من عمرك ازاي؟ واكتر حاجه ضايقك مثلا لعيب كوره كويس قوي بس هو شاغل نفسه حاجات تانية ويرجع بعد ما يحصل بقى اللي هو انت مش عايزه ان هو يبعد عن الكوره يقول يا ريتني، يا ريت ما تنفعش فعلا. انت في احسن سنين عمرك، دايما بقول الكلمه دي، لعيب الكوره احسن سنين عمره بيلعب فيها كوره استغلها خصوصا في الانديه الكبيره، نادي الاهلي الزمالك الاسماعيلي، هي دي ده وقتك، حافظ على الوقت ده ودايما احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها دلوقتي، لانك انت بص مثلا لواحد كان معاك في المدرسه بالظبط، احترام الكامل لكل الناس يعني، بص انت فين، انا بتكلم عامه وهو فين، تعرف انت في نعمه انت مش متخيلها بس الناس بتبقى ناسيه، الدنيا واخداك وعايز يعمل كل حاجه، استحاله تعمل كل حاجه، زي بتاخد في مقابل زي ما انت لعيب كوره وملتزم وفي مقابل الناحيه الثانيه، بتحرم نفسك من حاجات كتير لكن في حاجات كتير قوي جايه ليك، يعني اعمل هتعمل كل حاجه انك ترجع تلعب كوره ثاني، يعني انا تقول لي امنيه حياتك ايه؟ نفسي العب كوره ثاني بس خلاص الموضوع انتهى، ممكن تعمل اي حاجه ثاني بقى، عشان كده بقول لك سنينك في الملعب او في الملاعب يعني اغتنمها كويس قوي وحافظ على النعمه اللي مدالك ربنا وبعد كده هشوف انت فين. فعلا دي حقيقه، فعلا سنين يعني بتكاد تكون قليله لكن بتعمل لك مستقبل كبير جدا بالظبط بالظبط اكيد. يعني كابتن علاء تعالى نروح نشوف ماتش بكره حضرتك شايفه ازاي، شايفه صعب شايفه سهل شايف الدنيا تمشي ازاي، وبعد كده نرجع لذكرياتك تاني. طيب مباراه بكره مبدئيا مباراه الكؤوس ما فيهاش حاجه سهله، يعني مباراه الكاس دايما فيها عنصر مفاجات، لكن عنصر مفاجاه بكره مش موجود لسبب بسيط جدا، اثنين انديه كبار جدا، نادي الاهلي طبعا ونادي المصري، نادي المصري كبير. كنت تقلق قوي يا ميدو دايما لما تلاعب فريق اقل منك في مباراه الكاس، دايما المفاجاه تقلق المفاجاه دي، لكن المفاجاه دي خليناها على جنب لان المصري لا فريق مرشح وفريق كبير بيقدم مباراه كويسه جدا واداؤه ممتاز في الدوري عام كله. مباراه مش سهله، يعني انا بتفق مع كابتن رمضان يمكن الحظوظ متساويه، لكن اللي هيفرق على لعيبه النادي الاهلي الخبرات بتاعه البطولات. هم عايزين ياخدوا الكاس، يعني دايما حتى لما بروح التمرين لما بتكلم مع كابتن حسام بشوف اللعيبه، لا حته انا عايز اجيب الكاس السنه دي موجوده، عايز اخد دوري وعايز اخش اخد كاس وتبقى ان شاء الله النهايه الاحسن والاسعد طبعا بطوله افريقيا، فده الرغبه موجوده، الرغبه عند المصري اكيد موجوده وحسام محفز لعيبته، لكن هنا خبرات بقت السنين، خبره البطوله، خبره ازاي تعرف تفوز ببطوله، تعرف تكسب كاس، هي دي اللي هتفرق في الملعب بكره يا ميدو، خبرات لعيبتك اللي ما شاء الله كل واحد فيهم اسم كبير جدا هو ده اللي هيفرق، على الجانب الاخر في جري في حماس في رغبه في كل حاجه، في كل حاجه، لكن هنا في النادي الاهلي في حته بطولات كتير، خبره كبيره قوي، هي دي تفرق في الملعب، هو ده اللي بكره اللي انا مستنيه لعيبه النادي الاهلي. لو قلت لك كل حاجه اقول لك متساويه، الرغبه متساويه، الحاله البدنيه ما فيش حد بكره هيبخل بحاجه، حته ان انا عايز اكسب موجوده، حته بقى التطبيق في الملعب، حته الخبرات في الملعب، اللعيب اللي يقدر يفرق في الملعب في 90 دقيقه اللي عنده خبره الفوز، ازاي يعرف يكسب؟ ازاي يعرف يكسب بمجهود قليل؟ ازاي ما يفرش مجهوده بدري؟ ازاي يعرف ان مباراه كاس ممكن تخش في اكسترا تايم؟ هو ده اللي هيفرق بكره مع لعيبه النادي الاهلي. حلو قوي، يعني حضرتك بترجح الخبرات، خبرات بكره هتفرق كويس قوي لان بقول لك كل حاجه متساويه، اصل لو انا لو احنا اتنين مدربين
انت هتكلم لعيبتك هتقول لهم ايه؟ لازم نكسب ومجهود وتعب وكل الكلام ده اي مدير فني هيقول. لكن ما ينزل الملعب بقى اللي هيفرق في كل الكلام ده مدير فني. مدير فني اداء لعيبته. هو كابتن حسام البدري عارف لعيبته، يعرف يتكلم معاهم، يعرف ازاي دي لعيبه بطولات، يعرف ازاي يحفزهم ان هو يوصلوا للبطوله بهدوء، ياخدوا البطوله بهدوء. على الجانب الاخر انا متاكد لعيبه المصري متحمسه جدا وعايز يفوز بالبطوله. حسام حسن وحسام حسن كمان دي يعني الحته دي بتاعته هو كمان هتلاقي حته في عايز يكسب عايز يكسب. على الجانب الاخر الهدوء، ازاي تعرف تمتص الحماس ده وتفرض اسلوبك. اللي هيكسب بكره ميدو اللي هيعرف يفرض اسلوبه في الملعب بهدوءك بطريقه لعبك بحاله لعبتك. اللي دايما بقول المدرب بيشتغل قبل مباراه بثلاث اربع ايام بيعمل كل حاجه، بيبقى حاجه واحده بس، توفيق لعيبتك في الملعب. 90 دقيقه بتوع الملعب انت لعيبتك اخبارهم ايه في اليوم ده؟ دايما بقول المدرب محظوظ المدير الفني محظوظ ان لعيبته في اليوم ده في حالتهم. حلو. ممكن كتير قوي ما تلاقيش في حالتهم، تبقى انت قاعد بره انت ما عندكش حل. لو بتفكر تغير عايز تغير خمس ست لعيبه انت ما عندكش الكلام ده. حلو. هي دي. فدايما بقول المدير الفني اللي هو بيشتغل كويس قوي، بس دايما المدير الفني بيتمنى حاجه واحده بس، ان لعيبته يا رب تبقى في اليوم في مستوى في الميعاد ده في المستوى اللي هو العادي بتاعه. تمام. يعني يا كابتن علاء حضرتك قلت لي حاجه يعني هرجع بيك شويه لورا. اتفضل. قلت لي الخبره والهدوء وازاي نمتص حماس اللاعب المصري. ممكن نكون خسرنا مباراه الفيصلي في الشوط الاول بسبب الرعونه شويه او الحماس الزايد شويه، ان احنا عايزين لا احنا خسرنا اول مره فلازم ننزل وندوس. ممكن ممكن ولا بس عايز اقول لك حاجه، اللي حصل في الفيصلي ده مش هيحصل تاني. لا لا مش هيحصل. لا مش هيحصل يعني انا بتكلم كشوط اول بس، يعني حتى شوط تاني مش عايز اتكلم فيه. لا شوط تاني لا، لكن هي حته ان انا عايز اكسب عايز اكسب. برضه خد بالك كان في اكثر من لعيب مش موجود. ما انا بتكلم في الحته دي ليه؟ الخبر. عشان اكد على كلامك. فضل. ان احنا نستفيد منه بكره بالظبط. مش لازم بكره انا هقابل فريق اساسا حسام حسن روحه فيه بالظبط. حسام حسن شارب روحه الجهري كويس. الله يرحمه في ازاي يحمس لعيبته وازاي يطلع منها. كان حته الحماس دي وبالظبط. وكابتن حسام كان ابنه حاجه ما حصلتش، فاكيد يعني هيعرف يحمس اللعيبه دي ازاي. هو مش محتاج كمان يعني بالزبط. يعني حماس حسام حسن كان مدير فني، حماس لعيبه ان هي وصلت للمباراه النهائيه وعايزين يكسبوا البطوله، حماس جمهور بورسعيد عايز يكسب البطوله كويس. ودايما بيلعب النادي الاهلي ما بيكسبش بالظبط. هي دي يعني بص كام نهائي لعب اهلي ومصري كلها للنادي الاهلي. فانت بتبص كام حاجه محمساك زياده قوي. هي حاجه من اثنين، ممكن الحماس ده يزيد عنك قوي فممكن ما تاديش كويس بالظبط. وممكن الحماس ده لو على الجانب الاخر النادي الاهلي وطبعا مستبعده تماما ان هو مش عارف كل ده تبقى في صالح المصري. لكن انا متاكد منه وشايفه بعيني ان الكابتن حسام البدري والجهاز الفني كله واكيد اللعيبه متوقعين كل ده. لكن انا بقول لك دايما ميدو سيره بقى في الملعب بالظبط. كل حماس وكل ده جميل، لكن بالزبط. الملعب الكوره هي اللي هتفرق بين واحد متحمس وواحد بيعرف يأدي، عارف يباص، عارف يستعمل، عارف يستلم كوره. دايما بياخد الكره الثانيه، الكره الثانيه دي مهمه جدا كمان بكره. اهم حاجه الكره الثانيه تاخدها انت ازاي دي بكره. هو ده الفيصل اللي بيلعب عليه حسام، دايما بيلعب عليه حسام حسن اللي هو الكره الثانيه وهجمه مرتده، الكره الثانيه وهجمه مرتده بيعملها. شوف الهدف الثاني في الزمالك يعني بالزبط. هجمه مرتده معموله نموذجي نموذج وكميه جري كبيره جدا وهدف ثاني في الزمالك. فهي دي الحسابات اللي كل مدير فني بيبدا يشتغل عليها. يعني الكره الثانيه دي فعلا حاجه فعلا في منتهى الامانه، هي اللي بيخليك راكب المباراه على طول بالزبط. انت بتفقد الكره بتجيبها ثاني، هي دي بكورنر بتجيب الكره ثاني. بص يا ميدو انا دايما بقول كلمه كده، ان طول ما الكره معاك انت مهاجم طبعا، ما فيش احسن حاجه في دينك انت مهاجم طبعا. طول ما الكره ضايعه منك انت بتجري وتتعب عشان تاخد الكره ثاني. فاقول لك دايما بتكمل هجمتك، الكره الثانيه تبدا هجمتك مستمره، فدايما انت بتهاجم غير ما تدافع خالص. تمام. يعني كابتن علاء عرضنا او اهداف المباراتين الاهلي والمصري والاهلي والمقاولين. قابلت المقاولين وهو فول تيم وكان اسماء مرعبه، وقابلت المصري جمهوره باسماء مرعبه جدا جدا. كانت من اكبر الاجيال اللي جت في الوقت ده في المصري بالظبط بالظبط. كنت بتكلم معاك في مداخله امبارح بقول لك لما كنا بنروح اي فريق كان يروح بورسعيد لو كان يطلع بتعادل بالنسبه له هو مكسب ويرجع جميل. مدن القناه بورسعيد اسماعيليه تحديدا بورسعيد كانوا اولا فريق جامد جدا. اسماعيليه كان عندها اجيال كثيره، لكن الجيل اللي بتكلم عليه ده في بورسعيد كان جيل مميز جدا طبعا. وكان وقتها الكره بورسعيد حاجه قويه يعني طبعا. كنتوا بتقولوا ايه بقى يعني قبل المباراه بيوم انتوا كلاعيبه بعيد عن الجهاز الفني؟ كنتوا بتقعدوا مع بعض ولا كان محاضره وخلاص؟ كابتن رمضان بيقول لك احنا كنا بنروح من الساعه 12 لا كنا احنا تقريبا اليوم كله مش بنسيب بعض بالظبط. خصوصا في الملاعب مثلا بعد قبل النهائي والنهائي كلام كتير جدا اللي هو عايزين نفوز بالكاس، لازم نكسب الكاس، لازم لازم لازم. طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا، ودايما اللعيب الكبير هو اللي كان يامن المجموعه دي. احنا كنا صغيرين ما كناش كبار. وتلاقي مثلا كابتن رمضان السيد، كابتن محمد عامر، كابتن خالد جدالله يلمنا ونقعد نتكلم، يمسك كل خط لوحده،
مدافعين لوحدهم، نص ملعب لوحدهم، مهاجمين لوحدهم، دايما اجتماعات مع بعض قبل العشاء وبعد العشاء، نتكلم في الكوره، ممكن نطلع بره الكوره دي شويه نتكلم في اي موضوع تانية. لكن هي الميزه اللي كانت دايما مخلينا احنا الاحسن، ان احنا دايما كلنا بنحب بعض، متلمين كلنا ميدو مع بعض، كلنا لعيب واحد. دي احلى احسن دي احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه. يعني بقول لك انا كنت في فتره كنت بلعب انا وكابتن رمضان وكابتن خالد. انا كنت لما كنت لعبت انا كنت انا اللي بلعب، كابتن رمضان كان مصاب وكابتن خالد. يعني هقول لك حاجه، كانت دايما منافسه بيني انا وخالد جد الله مين اللي يلعب، لكن انا وهو يعني اخويا الكبير وبحبه جدا وبحترمه جدا وبحب اتفرج عليه. فهي بقول لك دي اللي كانت الروح اللي بينا، ان احنا بننافس في الملعب، انا عايز العب وانت عايز تلعب، لكن احنا بره الملعب احنا اخوات اكيد طبعا. حلو قوي يا كابتن. يعني كانت مباراه المصري ليها استثناء طبعا غير اي مباراه. لا عايزين نفوز بالكاس، نازل مباراه الكاس، نهائي الكاس، وعندك نجوم كبير كتير قوي غايبين عنك في المنتخب، والجانب الاخر فريق فولت. قلتوا ايه؟ مفيش حاجه يا جماعه. لو تفتكر يعني. لا فاكر كويس قوي. قلنا كلمه واحده بس يا جماعه، بعد ما كسبنا ماتش المقاولين ان شاء الله هنفوز بالكاس. بس هو ده الكلام اللي يعني مباراه المقاولين يا ميدو صعبه جدا، سيبك بس عشان المصري احنا خدنا كاس. لا مباراه المقاولين صعبه طبعاً جدا. طبعاً. انت لو سالت اي حد هيقول لك مباراه المقاولين الاصعب. يعني كابتن رمضان اتكلم عليها، لو جبت اي نجم من النجوم في الوقت ده، لا مباراه المقاولين الاصعب. اللي صعب مباراه المصري يا ميدو، طبعا شكل الاستاد كان حلو قوي، جماهير اهلي وجماهير مصري. اللي صعب المباراه الشوط الاول اللي انت كنت بتتكلم عليه مع الفيصلي، ان هم خدوا مننا الشوط الاول وجايبين فينا جول، فالامور بقت صعبه جدا، وبتلعب المصري والوقت بيضيع منك. اللحظه الوحيده ان انا ما قلقتش منها ان احنا ممكن نخسر الكاس، الانفرادات الكتير، ضيعوا فرص كتير وكلها مع لعيب واحد بس، طارق سليمان، من احسن واحرف لعيب بورسعيد اللي جت. بيو طبعا، البيو ده عايز اقول لك ده صاحب يعني رفيق عمر، ده مع بعض هو في منتخب ناشئين وكده، لعيب ممتاز هايل. لكن ثلاث انفرادات يا ميدو يضيعوا. انا جات لي لحظه كده، لا احنا هنتعادل. يعني الجول اللي انا جول التعادل، لو جبت الجول ده انفراد، دي بدايه المباراه، انفراد تام، ملخص بسرعه جدا. طيب ده انفراد تام من طارق سليمان على احمد شوبير بالظبط. الكره طلعت او تتردد، شوبير، حمدي ابو راضي، خالد جدلع، علاء جول، ثلاث لمسات. كانت دي مشهوره برضو في الملعب. يعني سبحان الله، من 18 لوسط. بص شكل الجماهير، وبعدين كان عندهم قاسم بور وعندهم برزكري، كان لعيبه اتنين من ايران، اخويا جدا كابتن عادل عبد المنعم الله يرحمه، حارس مرمى عملاق ممتاز. فعلا. فلا الفريق قوي جدا. على الجانب الاخر احنا بقى الناس اللي هي ما كانتش بتشارك كتير، وانا كنت بره المنتخب، ومجموعه النجوم اللي عايزين نفوز بالكاس. انت بس ما حسيتش بالخضه اللي انا بتخض لما، لان انا حسيت بالخضه بتاعت الفينال الحمراء وهم رايحين يشجعوا الجماهير، ما حسيتش انت بيها؟ انت خدتها من الاول خالص، من زمان لما رحت الاولمبي ما حسيتش بيها برضو. لا ما حسيت بيها قبل ما اروح الاهلي. اما رحت الاولمبي اتأثرت بيها جدا. لما نزلت اسخن بس اتأثرت. اتأثرت كأهلاوي، لكن مش ما خفتش. لا ما خفتش. يعني الخوف، لا بالعكس. انت عايز اقول لك حاجه، احنا الجماهير دي وقتها وانت رايح كده انت بتجي لك كميه حماس مش طبيعيه. طبعا. لا انا بتكلم عن فريق الخصم. الفريق الخصم اكيد بيقلقوا من حته الجماهير دي، لكن انا يمكن عشان بسرعه كده في ماتش الاولمبي، لا انا كنت رايح اشجع جماهير، لقيتها بتشجعني، ما عرفش اسخن. لا كان موضوع تاني ما بحبش اتكلم فيه كتير. جمال جوده على فكره كمان كان من ناشئين النادي الاهلي ولعيب قوي جدا. لا يا ميدو، الفرقه مش طبيعيه، الجيل ده مش طبيعي بجد، الجيل ده مش طبيعي. وكان مصطفى ابو الذهب وده محمد طه تقريبا. لا وكان حسام غويبه لا جيل جامد جدا. يعني جيل لما تمسكهم ده كابتن اينو كمان، ده حاجه لوحده خالص، حاجه مش طبيعيه، حاجه لوحده خالص. طبعا ده من احسن المساكين اللي جت في مصر، كابتن محمود صالح ما خدش حق. رهيب، من احسن واقوى المساكين اللي جت في مصر بجد. يعني كويس ده كابتن رمضان، حاجه جميله. لا ودخل الجدل، حاجه يعني جميله. وبعدين الماتش، المباراه حلوه، انت فاهم، رايحه جايه رايحه جايه، هم عايزين يكسبوا احنا عايزين نكسب. وهم عندهم ثقه في نفسهم جامده جدا يا ميدو، فعلا كان جيل قوي جدا. وانت لا انا دايما كانت عندنا حاجه واحنا رايحين كده في الاتوبيس، ما ينفعش اخسر في الاستاد مع جماهير خالص، كانت ممنوع. احنا بالنسبه لنا والله يا ميدو، احنا كلاعيبه كنا نقول لك ما ينفعش تبقى مصيبه لو خسرت في 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 الاستاد قدام جماهيري. بالنسبه لي لا طبعا، ده المايسترو خالد جدل لعيب. لا بقول لك انا كنت بحب اتفرج على خالد جدل، يعني في الملعب كده كنت احب العب جنبه، كان هو وزكريا كان دماغ تانية طبعا. لما بقى لا استنى هقول لك حاجه،
الحلو في مشوارك لما تلعب كوره مع مع اجيال ولاعيبه كبيره زي كده تقعد كده تتفرج. يعني مثلا من احلى حاجه حصلت لي في حياتي الكرويه كلها ان انا مثلا لعبت مع كابتن محمود الخطيب، او كان ليا الشرف ان العب مع كابتن محمود الخطيب. حاجه جميله، جيل جامد جدا، حاجه ممتعه، حاجه كده في الكوره مبسوط انك لعبت ضد مع الناس الكبيره دي. وبقول دايما ان الواحد محظوظ. نفس الكلام مع الجيل ده، شوبير، نفس خالد جد الله، رمضان السيد، زكريا، كابتن مصطفى عبده الله يرحمه، كابتن ثابت طبعا ده كان بلدياتي. يعني هقول لك حاجه، ما دام بتتفرج على الملخص، انا من الحوامديه وكابتن ثابت من الحوامديه. انا كنت لما كان كابتن ثابت ماشي بعربيته كده عند عربيه فولكس كنت ببقى مبهور جدا. هو كان يعرفني بس في دقيقه، كنت ببقى مبهور جدا والله ميدو ان انا شايف كابتن ثابت في النادي الاهلي وكده، وبرقب عربيه الواحد يقول انا كنت لسه بقى يقول يا سلام ممكن الواحد يوصل لكده، فاهمني؟ ولسه صغير ما كنتش لسه رحت النادي الاهلي. لفت الايام ودارت الحمد رب العالمين، ولعبت مع كابتن ثابت ولعبت مع العظماء بمعنى اصح، طبعا كابتن اكرامي عظماء فعلا. ده الجول انت فاهم، في عز بقى ما انت بتفرج عايز تجيب جول، ده 1-0 طبعا جمهور بورسعيد خلاص، يعني 1-0 بالنسبه لهم في النادي الاهلي. ايوه كانوا خلاص، كانوا قايمين يستلموا الكاس، الموضوع منتهى طبعا. الله يرحمه حاج سيد متولي، وبالمناسبه الراجل ده من اسسه فريق المصري واللي عمله الجيل الممتاز ده، الله يرحمه وسامحه، كان خلاص بيستعد ان هو ابص بص ده اول انفراد شوبير طبعا امتياز، ده كان ممكن خلاص ده الهدف التعادل. يعني هي جول في هدف فينا لهدف في المصري. طب ناخد الحاج عامر حسين. طبعا حاج عامر، اهلا بيك. ازيك يا استاذ حميد؟ ازيك يا كابتن علاء؟ حاج عامر ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، الله يخليك. الحمد لله، دايما بنسعد بيك يا حاج عامر في قناه الاهلي. الله يخليك يا كابتن، شرف ليك. ربنا يخليك يا رب. ايه الاستعداد انت بكره ان شاء الله لهذه المباراه الهامه؟ يعني الحمد لله احنا اتفقنا مع الامن على كل الامور، اتفقنا على الاعداد الناديين 30 و30 في 7 في المقصوره الرئيسيه، والباقي خلفهم دكه البدلاء لكل فريق باقي 30، وفي اعضاء مجلس اداره الاتحاد بالكامل، مهندس هاني موجود اسكندريه من امبارح وهي مكمل عشان يحضر المباراه، الشركه الراعيه هي اللي بتقوم بمراسم توزيع الكاس والميداليات، شركة الأمن الخاصة هي اللي بتأمن تسليم الكاس والجوائز. يعني الإعلاميين في 50 صحفي المفروض في المقصورة الإعلامية اللي هي خل أعلى مقصورة الرئيسية في برج العرب، وفي 25 مصور موجودين في الملعب، وتم تقديم كشوف يوم لمديرية أمن اسكندرية، لأن طبعا كان الاتفاق معهم في محضر الاجتماع اللي أنا حضرته هم يبقوا واقفين على الباب ويبقوا معاهم الكشوف ديت عشان نضمن عدم تسرب حد من مش مسموح لهم الكشوف اللي موجود. اكيد يعني يا حاج عامر، مثل هذه المباريات بتبقى حساسه قوي، بتبقوا حاملين همها شويه ولا الموضوع بالنسبه لكم بقى ايه؟ يعني سؤال شخصي يعني. لا، هو في وجود الحكم الاجنبي الحقيقه بيبقى الضغط اقل كتير، لان انت بتحاول تمنع الرقيب اللي هو القوال، فبتجيب حكم اجنبي وممكن يغلط بقى لصالحك، ممكن يغلط ضدك، انما ما بيبقاش ليه تاريخ ولا خلفيات مع اي نادي من الناديين. حضرتك عارف المباريات الحساسه دي تفضل عمر حاله. اكيد. يفتكروا لعبه اوفسايد ضربه جزاء، خاصه ان الناديين من الانديه الجماهيريه الكبيره. اكيد. فبالتالي بتعمل مشكله في اي خطا من الحكام المصريين، ويبدا بقى الكلام يتاول، اصل ده مش عارف في سنه كام حسب ضربه جزاء، وده سنه كام نفس الحكم دوت بالظبط، فممكن تبقى نهايه حكم. فاحنا عشان نحافظ على الحكام ونوفر الجو المناسب للعيبه وللاجهزه ان هم يتفرغوا للفنيات فقط، فانا شايف ان الافضل هو القرار اللي اتاخد ان هو يبقى فيه حكام اجانب، طبعا بيخفف الضغط على الاتحاد كله. اكيد. لان خلاص بيبقى الاتحاد عمل اللي عليه وجاب الحكم اللي الناس شايفه كلها ان هو محايد ما يعرفش مين الاهلي ومين المصري، وبالتالي التوفيق بقى عند ربنا، هو عارف النتيجه من النهارده، فكل واحد يعمل اللي عليه خلاص، والنتيجه معروفه من النهارده، يعني ربنا عارف النتيجه، كل الناس تطلع عنده، كل واحد يعمل اكبر مجهود عنده، هي في الاخر بطوله بتروح في اخر دقيقه، بطوله بيجي لك قرار حكم، هي الكوره كده. احنا نتقبل من النهارده ان اي نتيجه، وما نحطش اللعيبه تحت ضغط عشان نقدر نستمتع بمباراه نهائيه، خاصه ان هي جايه في وقت
انا شايف الفتره الاخيره ان الاعلام الاهلاوي الحقيقه وقناه النادي الاهلي يعني بتأدي الامور قوي والكلام متزن. نفس الوضع الكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام حسن ورئيس النادي المصري راجل محترم جدا الحقيقه، ما بنسمعش صوته خالص وبيدي بيمد ايده وفتح ايده من اول ما مسك النادي المصري للنادي الاهلي وعرض ان هو يروح للنادي الاهلي اكثر من مره ويلعب في النادي الاهلي. فانا شايف ان الجو مناسب ان هم يقدموا لنا كره حلوه تبقى نهايه طيبه لموسم طويل ده ان شاء الله. حاج عامر يعني ربنا يا رب يسمع منك ان شاء الله، يكون تكون مباراه يعني تليق بمستوى الفريقين وان شاء الله تخرج بسلام. يعني في حاله ان الاهلي ياخد كاس مصر حاج عامر، احب اسمع منك الاهلي هيقابل مين في مباراه السوبر؟ هو هيقابل النادي المصري. المصري برضو في الحالتين هيقابل النادي المصري، لان خمس سنين اللائحه موجوده ان بطل الدوري في حاله ان هو بيحصل على الكاس بيلعب ثاني الكاس مش ثاني الدوري. ويمكن لما اتعملت احنا قلنا يمكن بقى ممكن يبقى فيها تغيير، لان كان كل سنه السوبر اهلي وزمالك اهلي وزمالك على انهم اول وثاني. كانت من بخت المقصه بقى حتى الكابتن مودي كان منتخب مصر المحليين في الاسكندريه اتكلمنا قبل التدريب بيقول لي يا جماعه ان احنا بناخد تاني ما نلعبش سوبر يعني، وعلى طول الاهلي والزمالك بيقولوا اللائحه اتغيرت من اربع سنين. جت من بختكم بقى يعني احنا غيرنا اللائحه عشان يبقى في وجه جديد غير الاهلي والزمالك في مباراه السوبر، انتوا بقى عملتوا المفاجاه وخدتوا تاني. جت من بختكم انكم انتوا ما لكوش الحق. تمام. كفايه ان انتوا هتلعبوا في بطوله افريقيا يعني ابطال الدوري. فهي اللائحه برضه عشان يبقى الناس عارفه يا كابتن الحبيب ان اللائحه دي بقى لها اكثر من اربع سنين مش بتاعت الموسم دوت عشان الناس ما تفتكرش ان في حصل تغيير في اللائحه. يعني الاهلي هيقابل النادي المصري اللي هو هيبقى تاني الكاس في حاله مكسب النادي المصري. الحالتين يعني المصري اخذ الكاس هيبقى انا بالظبط بالظبط. خسر النادي المصري هيبقى بيلعب الاهلي مع تاني الكاس. يعني في جميع الاحوال هم يلعبوا على السوبر. تمام. يعني القرعه اجريت اليوم يا حاج عامر والحمد لله كله تم زي الفل، الدنيا مشيت كويس جدا، الدوري بقى ليه اول وبقى ليه اخر. اعتقد ان دي مساله يعني حاسمه في 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 مصر عموما او في الكره المصريه عموما. لا هي الحمد لله طبعا احنا ظروف صعبه كانت الثلاث مواسم اللي فاتت، لان احنا اول ما بدانا الدوري مجموعه واحده بعد الاحداث بعد 2011 بدانا الدوري في شهر 12. عشان نبدا في شهر 12 كان لازم حل من الاثنين. يا وانا عملت مذكره مجلس الاداره برئاسه الاستاذ جمال علام راجل محترم. بلغته قلت له يا لازم نضحي بالكاس، يا هنفضل ثلاث مواسم نلعب الدوري ونخلص متاخر. لو لعبنا الدوري والكاس مع بعض المواسم هتلتحم مع بعض. فطبعا راجع للاداره الماليه والشؤون القانونيه ومجلس الاداره طبعا ما قدرش يلغي الكاس لان كان فيها غرامه ماليه حوالي 20 مليون جنيه. طبعا ما حدش قدر يستحمل نتيجه القرار دوت. فقالوا نستحمل الثلاث مواسم دولت، فاحنا الحمد لله ده الموسم الاخير ان احنا هنبدا فيه الوضع طبيعي، نخلص في شهر 5 ان شاء الله. والموسم اللي بعده كمان اقدر اقول لحضرتك من دلوقتي انه يبدا يوم 3/8 ان شاء الله. ده حاجه يعني حاجه كلنا كنا مستنينها وان شاء الله يعني حاجه كويسه يا كابتن علي. اكيد طبعا. يعني الحمد لله كمان ان الاتحاد الافريقي يعني الحمد لله امم افريقيا يعني الموسم اللي بعدها كمان امم افريقيا بقى في شهر 6 و7 هتكون خلصت الموسم بتاعك على طول في شهر 5 زي العالم كله. يعني تبدا 8 وتخلص 5. وبطوله الانديه كانوا قالوا ان هم هيبداوا من شهر 8 انما الموسم دوت قدر زي ما هو شهر 2 هيبدا الاربع انديه بتوعنا. هو هيلعبوا ست جولات اللي هيكمل اخر جوله ومباراه واحده في دوري المجموعات الموسم اللي جاي، ويكملوا بقيه دوري المجموعات الخمس لقاءات اللي بعدها بعد كاس العالم. وبعد كده ان شاء الله لو بدأوا من شهر 8 هيبقى الموسم كله افريقي ومحلي من شهر 8 لشهر 5. تبقى حاجه ممتازه جدا اكيد. ومن افريقيا تبقى في شهر 6 و7 اكيد. هنبقى زي بقيه العالم يعني هنمشي زيهم. لان طبعا عيسى حياته قعد فتره طويله بيحط كل التوقيتات على دول غرب افريقيا. كان دول شمال افريقيا طبعا بتتظلم بقى لنا 20 25 سنه. كابتن علاء وحضرتك كنت بتلعبوا في افريقيا خلصوا الدوري حتى لو خلصنا شهر 5 او 6 كنتوا تقعدوا 10 ايام وتلعبوا فرقه افريقيا بنص 7 يعني دوري المجموعات. فبتبداوا طبعا تخشوا من نص 7 بطوله افريقيا بعد تلعبوا الدوري
كان بيبدا في شهر 8 بعدها على طول. فكده كده ممكن الانديه المشاركه في افريقيا ما كانتش بترتاح خالص حتى لو الدوري خلاص بدري يعني. ما لا الدنيا تبقى الحمد لله تظبط الحمد لله، كنا نتمنى الكلام ده من زمان بس الحمد لله جه اليوم وشفناه. حاج عامر حسين يعني انا بشكرك على المداخله وبشكرك على كل التوضيحات والتفصيلات اللي حضرتك قلتها، الف الف شكر ليك. كان نفسنا الكلام ده من زمان. من زمان يا رب. يعني دي طبعا قدام حضراتكم فريق النادي الاهلي وعائد الى فندق الاقامه بعد تدريبه اليوم، كل التوفيق للنادي الاهلي. حلو ان يبقى لنا بدايه ولنا نهايه والافريقيا. بقول لك يا ريت يا ريت يا ميدو تبقى يعني ان شاء الله دايما كده في كل البطولات، تعرف تبدا امتى وتنتهي امتى زي الناس كلها. ما ينفعش يعني اللي حصل فيك الموسم السابق لحد دلوقتي، كنت من اسبوعين بتلعب لسه او اسبوعين بتلعب. الحاج عامر بيقول لك بقى لنا 25 سنه كده. ايوه انا بقول لك يعني كويس انك تبدا بقى تعرف تبدا امتى امتى وكده يعني. 25 سنه برضه عمر يعني. يعني كنا بنتكلم عن مباراه الاهلي والمصري برضه. انا عايز اقول لك بقى احنا امبارح انا والكابتن محمود صالح والكابتن محمد حشيش قعدنا نسينا، واحنا قعدنا نسينا ان احنا في الاستوديو وقعدنا نتفرج على الماتش. قالوا لي احنا على فكره على من حلاوته يعني. طيب معانا كريم احمد من فندق الاقامه. كريم اهلا بيك. كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اجواء خاصه طبعا هنا في الاسكندريه، مستعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي نهائي الكاس الاهلي والمصري. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه زي ما اتكلمنا يمكن جوانبها كثيره جدا، نهائي الكاس، مباراه المصري، النادي الاهلي كمان غايب عنه هذا الكاس، كاس مصر منذ 10 سنوات، فيمكن المباراه ليها تركيز كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. لو بكلمك كمان النهارده على اخيرا المران الاخير على احد الملاعب الخاصه بيها فنادق هنا برج العرب، يمكن كمان كان متوقع ان احنا نتدرب في ملعب برج العرب الفرعي، لكن يمكن طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده يمكن سالناه استفسرنا منه، قال النهارده يمكن حجزنا احد الملاعب الخاصه الملاعب اللي طبعا في احد الفنادق هنا ببرج العرب. التمرين النهارده كان قوي جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، كان في تحذير كبير من الكابتن حسام البدري لكافه اللاعبين قبل المران، عدم التدخل طبعا، يمكن اللعيبه كلها متحمسه بشكل كبير جدا، في حماس شايفينه في المران في التدريبات في التقسيمه، فاكيد طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى في التحامات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. وكمان النهارده يمكن بسبب يمكن الالتحامات الكبيره دي النهارده شفنا اجاي خرج من اخر المران، يمكن تعرض لكدمه في وجه القدم، لكن اطمنا من خالد محمود طبيب النادي الاهلي على حاله جونيور اجاي، قال طبعا هو هيحط ثلج دلوقتي لكن مش هتاثر عليه ان شاء الله ويكون جاهز في مباراه الغد بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان باكد لك النهارده يمكن كان بعض المواقع كتبت ان عمرو بركات وحسين السيد مش هيشاركوا في مران اليوم، وكابتن حسام البدري ريحهم من المشاركه، لكن النهارده شاركوا بشكل جيد جدا في التقسيمه في المران بشكل عام، حسين السيد وعمرو بركات. كان في طبعا اخبار ان هم مش هيتدربوا، هيتدربوا غدا في ملعب مختار التتش، لكن بناكد ان هم متواجدين هنا في الاسكندريه مع معسكر فريق النادي الاهلي وادوا تدريبات جيده جدا اليوم. اختتم كابتن حسام البدري او بدا كابتن حسام البدري طبعا بفتحه طبعا قراءه الفتح لكل اللاعبين قبل المران، واختتم المران بتقسيمه وركلات الترجيح، يمكن طبعا تالق بشكل كبير جدا كل اللاعبين بدون استثناء بصراحه، اللعيبه النهارده كانت مركزه بشكل كبير جدا، والتحذير اللي انا بقول لك عليه طبعا من الكابتن حسام اثر طبعا على اللاعبين النهارده. اجاي خرج يمكن قلنا في الدقائق الاخيره من المران، لكن اطمنا عليه بشكل كبير ونتمنى له كل التوفيق. باكد لك يا كابتن ميدو طبعا ان الامور هنا ماشيه بشكل رائع جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام البدري كمان محاضرتين النهارده، محاضره اليوم في الساعه 2 ظهرا ومحاضره هتكون في الساعه 10 مساء، ان كل الامور طبعا بتصب في نقاط القوه والضعف لفريق نادي المصري. كابتن حسام بيحاول طبعا تحفيز اللاعبين كل الواجبات الهجوميه والدفاعيه ان شاء الله في مباراه الغد، وبيتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي. لحظات ويتناول طبعا لاعبو النادي الاهلي وجبه العشاء، وبكده بكون طبعا انتهى اليوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي على امل ان شاء الله الاستعداد غدا لمباراه الاهلي والمصري. لكن المستمرين معاك طبعا كابتن ميدو هنا من معسكر فريق النادي الاهلي، وان شاء الله غدا من ملعب المباراة، وكل التوفيق للنادي الاهلي بفوز وحصوله على كأس مصر الذي غاب عن النادي الاهلي منذ 10 سنوات. شكرا يا كريم على هذه التغطية المميزة، يعني في ديلي كبير في الصوت فانا مش هقدر اسأله اكتر من كده. شكرا كريم احمد على هذه التغطية المميزة، يعني اكيد مستمرين معاكم مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن علاء مهوب. نطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم على طول، استنوا.
بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم معايا نجم النادي الاهلي ومصر كلها كابتن علاء ميهوب. اهلا بك كابتن من جديد. اهلا بك يا ميدو. يعني شفنا كريم كان مغطي الاحداث كلها في التمرين، وطبعا خضنا على اجاي شويه، بس الحمد لله الدنيا كويسه دلوقتي، يعني ان شاء الله يحط ثلج ويرجع تاني. اجاي بقى لعيب مهم قوي كابتن جدا. يعني كل يوم بيقول انا كويس قوي. كان معايا كابتن عصام عربي قبل كده، كنت دايما اقعد انا ونتنائر، يقول لي اجاي، اقول له بصراحه يا كابتن لا، هو اجاي مش المهاجم بتاع الاهلي. كان معايا امبارح قلت له بص انا بعتذر لك كابتن اسامه، قال لي شفت بقى. فلعيب لعيب هايل طبعا. بس هو هي بتفرق من لعيب لعيب يا ميدو. في لعيب بيتاقلم بسرعه بس هو كويس، وفي لعيب بياخد وقت شويه، والمدير الفني هو دايما بيحدد. ومره كنت سالت انا تقريبا، كنت انا برضه معاك هنا على اجاي واتاخر، قلت يا جماعه دايما المدير الفني هو اللي بيقرر امتى اللعيب ده. اجاي الناس كلها تقول لك ما بيلعبش ما بيلعبش، لما الوقت المناسب يجي. كابتن حسام ادى الوقت قليل في وقت، في وقت الوقت اجاي خلاص من الاساسيين بتوعك. بالظبط، هي بتبقى معادله بس تتعمل صح. انت استعدادك ايه كلعيب انك تتاقلم بسرعه؟ بتبقى شخصيه. اجاي من اللعيبه اللي كويس قوي وحريف وكل حاجه، لكن هو خجول جدا. كنت لسه هقول لك ستايل اللعيب بيفرق مع ستايل اللعيب، الشكل العام لعيب في الملعب، الشكل العام شخصيتك انت بتفرق. في شخصيه خجوله تلاقيه في الملعب بس وتمرين ويخرج. هو ده جاي خصوصا من حته اللغه كمان مش مساعد. لكن مع الوقت دلوقتي خلاص بعفريت. ليه ما شاء الله سعد سمير بيكلمه انجليزي كويس. لا وسعد كمان، لا سعد عشان كمان مدارس انجلش من زمان. فاهم انت؟ فالموضوع بالنسبه لسعد سعد سهل، لكن هو الولد بسرعه يعني فاهم، خد وقت شويه، لكن دلوقتي خلاص ما تقدرش تستغنى عن اجاي في التشكيل بتاعك. بقول لك هي بتبقى شخصيه لاعب، لكن هو ككوره تقييمه هو انت جايبه عشان هو لعيب كوره كويس اكيد. لكن هي حته التاقلم بس. معانا حبيبك على التليفون. ده مين؟ انت قلت يا الحمد لله انا عندي حبيب كتير. قلت عايز مين معايا؟ كابتن خالد جدالة طبعا. قول له رحب بيه. طبعا رحب بيه بقى. كابتن خالد ازيك يا كابتن علاء؟ ازاي؟ لا كابتن ايه ده، انت اللي كابتن. ازاي حضرتك حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله تمام، ربنا يخليك. يعني يا كابتن وحشنا علاء. وانت كمان يا كابتن خالد ربنا يخليك. سمعت صوتك. انا اولا بسعد بيك جدا، ويعني من حسن حظي ان انا يعني اسمع صوتك مرتين في وقت قريب جدا. لازم تيجي دايما حبيبي يا ميدو، ربنا يكرمك يا عبد الحميد. كابتن خالد كنت لازم تيجي النهارده على فكره يعني. ها كنت لازم تيجي النهارده بجد والله. انت عارف انا لسه داخل من نادي، انا من 6:30 الصبح. لا ما انا عارف المواعيد بتاعتك. انا عارفها كويس والله. لا انا عارف المواعيد بتاعتك. لا بجد انت كنت هتيجي النهارده، لان مباراه النهارده مش اهداف بس، هي كمان انت ما شاء الله عامل مباراه كبيره جدا حبيبي علاء. والله وصاحب الفضل في المباراه كلها اكيد انت طبعا. يعني انا عارف احلى كوره انا فاكرها، واللي يعني سيبك من الاجوان، الجول الثالث قبل الجول. لا شوف الجون الثالث من نص الملعب. من نص الملعب انا كنت بتكلم مع ميدو وخالد الوقت على الكوره، بقول له يعني شوبير شاط الكوره بيني وبين كابتن خالد بنقل الكوره، انا متعه احلى من الجول. هاتوا لنا الجول يا جماعه بس التالي. من الاول بس. ايوه جيبوه، هو الجول الثالث موجود من الاول، حاولوا تجيبوا لنا الجول الثالث من الاول. كان الكابتن علاء ميهوب، كابتن خالد يعني قبل ما حضرتك تدخل معانا كان بيقول يعني كان الكابتن خالد انا بلعب مكانه، وكنت بستناه بقى ياخد انذارات عشان العب مكانه. ويعني لا علاء لا علاء بص علاء من اللعيبه اللي انا يعني بعتز بيها جدا، وكنت ببقى سعيد جدا لما بنلعب احنا الاثنين في نفس الماتش. ويمكن احلى عروض للنادي واحلى عروض لينا لما بنكون كنا بنلعب جنب بعض، لان كان في تفاهم. انت عارف لعيبه الكوره اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهم موهبه، بالظبط يبقى في تفاهم كده رباني بينهم وبين بعض. بالظبط. فانا بقول لك الجون الثالث بتاع المصري، شوف احنا بننقل الكوره في نص الملعب ازاي. انا شفت، انا دخت يا كابتن خالد، يعني انا بتفرج عليك على حضرتك وعلى الكابتن علاء، انا دخت اساسا. وبعدين بترفعها تشب كده بالراحه، وكابتن علاء بيحطها لك بدماغه. بقول لك انا خالد هقطعك يا خالد، انا كنت بتكلم مع ميدو على بقول له انا واحد من الناس حتى كنت في الملعب، انا كنت بستمتع بيك انت شخصيا في لعبك، وقلت نفس الكلام اللي انت يمكن قلته، ان احنا كنا يعني عملنا مباريات حلوه قوي وعروض حلوه قوي، وكنا يعني بنلعب كره حلوه متعه، يعني احنا كنا بنروح نتمتع. يعني انا كنت بقول له انا كنت بروح متمتع العب مع كابتن خالد، كابتن رمضان السيد كان معانا، زكريا ناصف، كنت بقول له انا كنت بحب العب مع كابتن خالد فعلا، بستمتع جدا باللعب معاك. وبقول له هو صاحب الفضل في كل اهداف الثلاثه، ويمكن هو جاب الثالث كمان، هو انت فعلا يعني. والله يا كابتن خالد مش كلام. انا عايز اقول معلومه برضه لميدو ولكل جماهير النادي الاهلي اللي بتسمعنا دلوقتي وبتتفرج عليكم. انا وعلاء كان مثلا التمرين يبقى الساعه 3، كنت اروح انا وعلاء اوضه اللبس من الساعه مثلا 1:15 او 12:30.
وحارس ربنا يديله الصحه عن حارس اللي مع الفريق الاول دلوقتي ربنا يديله الصحه وانا وعلاء نحط الدكك في نص اوضه اللبس ونلعب تلعبوا الفولي بول ضد حارس وميكي احنا كنا بنحب الكوره للكوره وكنا بنحب الكوره عشان خاطر النادي الاهلي وعشان نسعد جماهير النادي الاهلي وكنا بنحب بعض قوي هي دي يا خالد والله هي دي بجد دي الكوره اهي دي الكوره من الاول هات من الاول دي الكوره كابتن خالد لو حضرتك بتتابعنا دي الكوره حضرتك كابتن علاء ايوب حاجه يعني بص تشبه ده احنا كنا في الاكسترا تايم وبنلعب عارف اكننا بنلعب 4 ضد 2 الدايره عم حميد بالظبط 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 الكوره في رجلينا لغايه ما وصلت وجبناها لا وراح كمل حلو قوي ولا وكملت كمان جبتها انت كمان يا خالد لا هدف لا على هدف في الماتش يتدرس والله هدف حلو قوي الماتش ده حلو قوي وفي حاجات كتيره حلوه قوي وبرده في نفس الوقت فرقه المصري كانت جامده جدا 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 الصفوف كلها نجوم ولكن برده يمكن امبارح انا في عملت مداخله معاك يا عبد الحميد لما كان مفيش معاك تمام انا قلت ان احنا خلقنا لنفسينا في الماتش ده دوافع جديده بالزبط. بمعنى ايه بالزبط. كانت الفرقه ناقصه لعيبه كتيره جدا في المنتخب ولعيبه كل واحد ليه اسمه كبير جدا ويشيل فرقه ولكن احنا خلقنا لنفسينا دوافع جديده ازاي في ظل النقص العددي ده ان احنا نقدر كل واحد يعمل بصمه في تاريخه ويجيب بطوله لناديه تتحسب له وتتحسب في تاريخه وده اللي الحمد لله اللي حصل دي يمكن الفرقه كان فيها لعيبه كتيره برضو كان لسه بيلعبوا يمكن ما كانش فيه من اللعيبه القدام شويه يمكن انا وعامر وعلاء رمضان السيد ورمضان السيد وبعدين زكريا وبعدين حشيش بقى واسامه عرابي وحمده برادي فالمجموعه وشوبير كان لسه طالع كان اكرامي متعور وثابت متعور يعني الماتش ده برضو بيدي دروس جميله جدا للاجيال اللي موجوده دلوقتي ازاي ان انت خسران 1-0 وفي فاضل ثواني على الوقت الاصلي وفرقه المصري بتضيع 3-4 انفرادات وبعدين تتعادل وتلعب اكسترا تايم وتكسب بطوله فهي دي يعني دروس مستفاده بتبين اراده لعيبه النادي الاهلي على مر العصور والروح العاليه جدا برضه لعيبه النادي الاهلي على مر العصور اكيد يا كابتن خالد واديته دروس يعني اتعلم منها الاجيال اللي بعد كده يعني شفنا الاجيال اللي بعد كده بتجيب في الدقيقه 90 وبقت الدقيقه 90 دي ايقونه النادي الاهلي وكمان بقى الاصرار على الفوز والاصرار على الفوز في اي وقت يعني لو اخر ثانيه برضه حضراتكم اللي اديتوا الدروس لكل الاجيال عشان تعمل كل الكلام اللي حضراتكم عملتوه والله الحمد لله يا ميدو وباذن الله بكره يا رب دعواتنا كلنا ان شاء الله للفريق الاول فرقه النادي الاهلي بكره ودعواتنا كلنا للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري واللعيبه والجهاز الطبي والاداري كلهم باذن الله ربنا يكون التوفيق حليفنا بكره ونقدر باذن الله نكسب الماتش ونضيف بطوله يضيفوا لنا بطوله للبطولات العديده للنادي الاهلي في ظل مجلس اداره طبعا انا بحييه برضو يعني موفر كل حاجه لكل الاجهزه موجوده وكل الناس اللي بتشتغل في النادي الاهلي فنتمنى بكره باذن الله تعالى ان يضيفوا لنا بطوله تفرحنا وتفرح جماهير النادي الاهلي باذن الله كابتن خالد جد الله النجم الكبير نجم مصر نجم النادي الاهلي يعني دايما بسعد بيك ربنا يخليك ربنا يخليك وسعيد بعلاء جدا ربنا يخليك يا كابتن خالد صوته وهستناك في القطاع بقى هاجي لك لينا اجتماع لينا اجتماع والله حبيبي حاضر ان شاء الله يا كابتن خالد هستناك يا علاء ان شاء الله يا كابتن خالد ان شاء الله واسمع عنك كل خير ربنا يخليك يا خالد ربنا يخليك ربنا يخليك شكرا جدا لله. شكرا جدا يا كابتن شكرا جدا حاجه جميله قوي احلى حاجه في كره القدم تطلع بشخصيات زي كده اكيد بس واللي دايما بيتعب يا كابتن علاء وبيخلص وبيشتغل من قلبه وربنا بيكرمه ودي صفه في لعيبه النادي الاهلي من زمان خالص بالزبط. من قبل وقبل كل تحس ان سبحان الله في حاجه موجوده في حاجه موجوده في النادي ده دي حقيقة على مر عصور دي حقيقه والله يعني سيبك بتيجي لعيبه كويسه ولاعيبه كبيره لكن دايما تحس ان في اصرار في اخلاص في عايز يكسب بطوله ودايما تقيس ده كله ميدو مدى استقرارك اداريا اصل الناس دايما بتنسى ان ده لعيب الكوره وملعب لا طب ما تشوف بره الملعب ايه اللي بيحصل انت مستقر اداريا ازاي من اكتر الانديه مستقره اداريا على مر تاريخ النادي الاهلي وده بيحصل فعلا ده رؤساء انديتهم مجالس اداراتهم كلها كل الانديه بتمتلك نجوم لكن لا تمتلك مجالس ليه دارات. مجالس ادارات الدنيا بتبقى عايز لكن دايما النادي الاهلي الحمد لله زي ما بقول لك في نجوم ولاعيبه كبيره وجماهير عظيمه ووراك في كل وقت لا طب بص بقى على الشغل اللي بيوصلك لكده مجلس اداره ممتاز موفر لك كل حاجه ما تحسش بحاجه خالص كل حاجه موجوده يمكن خالد اثار النقطه دي دلوقتي مجلس اداره موجود ومهندس محمود طاهر وكل الناس اللي معاه
كل حاجه في النادي الاهلي موجوده وكل حاجه مجابه وبالزياده ودايما موجود في حوافز وفي عايز عايز انت تبقى الاحسن وفي ميزه حلوه قوي كمان في لعيبه النادي الاهلي ميدو هي بتتزرع كده يعني انت حتى جربتها معانا لما كنت في النادي ما بتشبعش انت عايز بطولات على طول حاجه دي احلى حاجه يعني سيبك ان جماهيرك ما بتشبعش بطولات ودي طبعا حقهم بالزبط. اكيد لكن انت كلاعب بيتزرع فيك حتى لو مش لو جاي من نادي تاني ما بيحصلكش تشبع خالص مش ما بتشبعش ما بيحصلكش تشبع ما فيش الموضوع بالزبط. ده منتهي انت اخدت بطوله وتبص للثانيه يعني انت حسمت الدوري فانت باصص لبطوله بكره ان شاء الله ربنا يكرمك فيها تاكد ان بعد الكاس انت هتبص على افريقيا هتبص على كاس عالم هو ده شغلك الشاغل ان انت متعود على كده انت في النادي الاهلي النادي الاهلي يعني بطولات جماهير مستنياك بطولات بس وزي ما بقول لك انا دايما استقرار اداري بيوصلك للشكل الحلو اللي فيه النادي الاهلي جهاز فني ممتاز مفيش اي مشاكل هدوء كل حاجه مستقره جوه ناديك لعيبه على اعلى مستوى الحافز موجود عايز بطولات جماهيرك موجوده كل حاجه موجوده دايما بقول الاول والاخر حته توفيق ربنا وبس على كده يعني يا كابتن علاء كلامك محترم جدا بتاخدني في حته كده مش عايز اتكلم فيها بس يعني بلاش ما حدش يكبرك عليها مش كده؟ اه ولا اصلا انا ضميري عايز لا ده ضميرك لا اوعى حته الضمير دي وانت عايش غير بضميرك فعلا والله هو الانسان فعلا يعني لازم ضميره يبقى احسن حاجه خصوصا لما يكون بيتكلم ناس او بتقول رايك لناس ممكن الناس بتتاثر برايك ممكن ما يتاثروش لكن يعني الصدق والمصداقيه مطلوبين جدا جدا عشان كده كنت بقول قبل ما حضرتك تدخل معايا على الهوا في الانترو يعني بقول يا جماعه اشتغلوا من اجل مصلحه النادي الاهلي مش وقت ان انا اعمل فيه راجل على حساب النادي الاهلي الناس هتفتكر لك مواقف انت كنت فين في المواقف اللي هي بتتطلب رجاله بجد رجاله بيخافوا على مصلحه النادي بجد وطول عمر رجاله النادي الاهلي بيخافوا على مصلحته وعلى النادي الاهلي بس لكن في الفتره دي تحديدا لا احنا بدانا الناس مش عارف بيعمل ايه وده مش عارف بيعمل ايه خلينا نحافظ على النطاق العام يا كابتن علاء واكيد حضرتك يعني مش عايز اقول اتربيت على كده لكن اتعلمت جوه النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو الاسمى في كل حاجه والاهلي فعلا يعني هو الكبير في كل حاجه ودي حقيقه بص يا ميدو على مر السنين او العصور اللي كنت موجود فيها من زمان قوي اي حد موجود في النادي الاهلي بيشتغل لحاجه واحده بس للنادي الاهلي بالظبط بس بالظبط بغض النظر بس اللي معروف وحاجه معروفه على مر الايام يعني في انت بتشتغل عايز تنجح بحاجه مش كل الناس اللي حواليك عايزاك تنجح مش لازم الناس كلها مش عايزه تنجح في ناس كتير ما بتحبش النادي الاهلي بقى طبيعي الناجح دايما طبيعي. مكروه وبعدين انت مش ناجح انت ما شاء الله باكتساح انت الاحسن والاول في كل حاجه متخيله في كل حاجه لكن يعني الناس كلها بتشتغل عشان الرمز ده بالظبط بس وما طلعش الاهلي فوق الجميع من فراغك بس حلو. هو الرمز ده اللي انا شايفه ده هو الناس كلها بتشتغل عشان الرمز ده عشان النادي ده بالزبط. لان كله بعد كده ماشي لكن اللي باقي بالزبط. على مر السنين هو النادي الاهلي رمز النادي الاهلي عشان كده كل الناس بتيجي سبحان الله الحمد لله طبعا يعني كلها تيجي ناس بتحب النادي عايز تشغل النادي عايز النادي ده في احسن مكان في كلهم يمكن انا عصرت ثلاث رؤساء انديه والوقت المهندس محمود طاهر كله ما بدورش المصلحه الشخصيه مش موجوده هو بيدور على مصلحه النادي الاهلي ازاي النادي ده يبقى في احسن مكانه هو ده ولازم ده اتكلمنا عن المكان ده لازم اتكلم على الشغل اللي عمله المهندس محمود طاهر في النادي الاهلي بصراحه ومجلس ادارته حاجه امتياز في كل حاجه بغض النظر على اللي بيحصل لكن اللي انا بقوله او اللي انا لمسه او اللي انا عارفه عن شخصيه مهندس محمود طاهر كمان انا اعرفه من زمان جدا شخصيه محترمه جدا وخلوق جدا وحاجه في قمه النظافه وحاجه ممتعه حاجه تتكلم معاه تحس انت تتكلم مع واحد مش عايز حاجه خالص هو مش محتاج حاجه لكن هو لما جه في الموقع ده دلوقتي مع رئيس النادي الاهلي هو بيشتغل عشان الناس انتخبته عشان النادي ده فهو مجلس ادارته بيشتغلوا للنادي ده هو ده اللي باين النادي الاهلي الحمد لله في احسن حال وبيحاول يطور وبيحاول الاحسن 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 هو ده كل رؤسات الانديه الموجوده اللي قبل المهندس محمود طاهر والله اعلم اللي هيحصل بعد كده لكن هم دايما همهم الاول مش شخصي اكتر ما هو النادي الاهلي كلام محترم جدا وانا قصدت ان انا اقول الكلمه دي لان الناس اكيد حضرتك نجم كبير ونجم يعني ليك تاريخ كبير يعني اكتر مني بكتير طبعا في النادي الاهلي فاكيد هتبقى مصدق لان انا بكلامي ممكن في ناس يقول لك اصل هو شغال مع النادي الاهلي شغال في القناه وانا لا والله ميد وحياه ربنا انا ما بحبش اتكلم في المواضيع دي لكن هي ما ينفعش الموضوع يتقال واسكت الناس انا حاجه لمسها وزي ما بقول لك انا عاصرت من ايام فريق مرتجي وكابتن صالح سيما الله يرحمه وكابتن حسن حمدي ودلوقتي المهندس محمود طاهر فالناس كلها بتحب الرمز بتحب بالزبط. النادي بالزبط. فما ينفعش واحد بيشتغل عشان النادي الاهلي وواحد بيحب النادي الاهلي وعايز يكبر النادي الاهلي وفعلا بيحصل وما تتكلمش عليه هو مش محتاج كلامي انا متاكد لكن
انت حبيت تتكلم في نقطه فما ينفعش اسكت فيها اساسا، لان انا عارف بتكلم على مين وعارف الشخصيه اللي موجوده الشخصيه عامله ازاي. فعلا يعني ده الكلمتين اللي كانوا محشورين. لا ما تحشرش حاجه، اشرب حاجه وكل حاجه. والله العظيم يعني والله صدقني الواحد بزعل، يعني بزعل لما بلاقي ناس يعني ميدو بقول لك حاجه اتفضل. اي مجال في اي حته بغض النظر الاهلي والكوره، في مش كل الناس هتبقى، مش كل الناس بتحبك، مش كل الناس بتكرهك، مش كل الناس عايزاك تنجح، في ناس ما بتحبكش تنجح. انا معاك، لكن انت دايما اللي في الاول او دايما اللي في التوب، دايما الناس كلها عايزه تشد لتحت، عايزه اوقعك لتحت. بص النادي الاهلي من كام سنه هو متربع على كل حاجه، لان عنده ولاده اللي هم الكبار ولعيبه الكوره وكل الادارات موجوده في النادي الاهلي كلها بتشتغل عشان النادي ده. ما بتلتفتش للكلام اللي يوقعك، لا دايما ماشي. ما فيش حد ناجح ما تعرضش لحرب، استحاله. بالزبط. بغض النظر سيبك من الكوره، اي مجال اي مجال يا ميدو، كل اللي ناجح دايما عينك على الراجل اللي منجح، انت مش عينك على الراجل الفاشل. بص على الفاشل ليه؟ انت بتبص على الناجح ده. في واحد بيقول لك ما شاء الله عليه ويبص ومثال حلو ويزودك ويكبرك، وفي ناس لا، بص يا ميدو من الاخر زي ما في خير وفي شر. بالظبط كده، بالظبط. لكن هو كلامي معروف قوي، وحضرتك يعني اتكلمت يعني من وجهه نظر حضرتك ومن وجهه نظر المصلحه العامه النادي الاهلي. كلامي معروف ان في حاجات بتحصل كده بعيد عن النادي الاهلي، بعيد عن شكله، بعيد عن ولاده، وبعيد عن حاجات كتير قوي. ادام بعيد عنه مش احسن حاجه. يعني ماشي، انا هخليها تعدي كده. لكن هو كلامي يعني واضح جدا يا جماعه للناس، بلاش حد يعمل راجل في هذه المرحله، خلي النادي الاهلي فوق الجميع. فعلا هو النادي الاهلي عنده اعضاء جمعيه عموميه هيختاروا اللي اختاروه، ايا كان النادي الاهلي بمن فيه بمن حضر، زي ما الكابتن علاء اكد كلامي وقال، وان شاء الله يعني النادي الاهلي هو اللي هيبقى، وكل الدنيا دي يعني هتزول زي ما الكابتن علاء قال. طيب معانا كابتن وجيه احمد نائب رئيس لجنه الحكام، اهلا بيك يا كابتن. انا برحب بك كابتن عبد الحميد، وبرحب بالكابتن علاء. كابتن وجيه ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك حضرتك؟ كابتن مصر كابتن حبيبي، ربنا يخليك كابتن، منور قناه الاهلي. ربنا يخليك كابتن، توفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. يعني كلمني عن الطاقم التحكيم النرويجي غدا ان شاء الله، حكام يعني كلمنا عنهم، ادينا تفاصيل عنهم كابتن وجيه من وجهه نظر حضرتك. اولا الحكم النرويجي سين اوزفار ده من ضمن الحكام اللي دخلوا القائمه الدوليه 2005، يعني النهارده 2017، بقى له 12 سنه في القائمه الدوليه، عنده 38 سنه. بيشتغل مسعف في احدى مستشفيات النرويج. شارك في نهائيات كاس العالم تحت 17 سنه، وادار العديد من المباريات المهمه في دوري ابطال اوروبا، بايرن ميونخ واولمبيك مارسيليا. وانتهت فوز بايرن ميونخ 3-0، وادار في نفس العام نفسه مباراه ربع النهائي من ريال مدريد مع جالتا سراي. حكم من ضمن الحكام المشهود له بالكفاءه، يمكن في ادار مباراه مهمه والحساسه اللي بين ايطاليا والتشيك، اللي كان اللي هيكسب فيهم يروح كاس العالم 2014، وحقيقه ادارها بشكل مميز. معروف باستخدام البطاقات الصفراء والحمراء. ما حضر لمصر مره واحده، اللي هي مباراه الاهلي والزمالك من سنتين تقريبا، وانتهت المباراه 0-0 يعني. تمام يا كابتن، يعني اعتقد ان اخر مباراه برضه يعني اخر مباراه ادارها في الدوري السعودي كان بين ماتش اهلي جده مع الوحده السعودي في الدوري السعودي، يمكن دي من شهور بسيطه. الحقيقه هو حكم من ضمن الحكام الكبار، بس انا عايز انبه الفريقين واكلمهم واقول لهم ده حكم سريع استخدام البطاقات. حلو. يستخدم الكارت الاصفر والكارت الاحمر في بغايه السرعه، بيطبق القانون بشكل حازم. فمش عايزين اللعيبه، عايزين اللعيبه كلها تتفرغ للاداء الفني وتتفرغ للتعليمات اللي واخدينها من الاجهزه الفنيه عشان يقدروا يؤدوا بشكل مميز. وانا بقول اهم حاجه للفرقتين، سمعه مصر بين ايديكم، الناس كلها بتتفرج على المباراه، عايزين المباراه تخرج بشكل نموذجي بشكل مشرف للكره المصريه. مين يكسب؟ اللي يكسب نبارك له، واللي يخسر هارد لك، وان شاء الله كل التوفيق للفريقين يعملوا مباراه تليق باسم مصر. حلو قوي يا كابتن وجيه، يعني حته الحكم يعني عنده او سريع في استخدام الكروت الحمراء والصفراء، يعني اعتقد ان هو حاجه مناسبه للمباراه الحساسه دي، وبرضه هو لازم يفهم ان هو هيدير مباراه حساسه جدا جدا يعني.
اعتقد الحكم دلوقتي ما بقيناش زي زمان، الحكم بيخش على النت وبيشوف موقف الفريقين وبيشوف المباراه دي حساسه ازاي وبيرجع، واحيانا بيكلم السفاره بتاعته، السفاره بتاعته بتديله تقرير عن المباراه، والمباراه قويه ومباراه حساسه ومباراه مهمه. كل دي عوامل الحكم بيقدر يعرف المباراه اللي بيقدر يديرها او جو المباراه اللي بيقدر بيلعب فيه. عشان كده انا بقول لك ما بقناش زي زمان، الحكم دلوقتي بيخش يعرف تاريخ الفرقتين، تاريخ الاهلي وتاريخ المصري، مستوى الفرقتين، الاداء، نتيجه المباراه دي هتاثر على ايه، مستوى الفرقتين في الدوري، كل الحاجات دي معروفه كابتن دلوقتي من خلال الانترنت، وايضا يعني وسيله من ضمن الوسائل، بدليل ان احنا ما نكون بنلعب في افريقيا اهلي زمالك اسماعيلي، بنرجع للسفاره المصريه اللي موجوده في نفس البلد وبناخد منها شرايط المباراه، او اذا كان في حد يعني فني في الكوره ممكن بنرجع له ونعرف منه بعض الاداء الفني والمهاري من كل فريق او من كل الفرق اللي احنا رايحين نلعبها. يعني اكيد يا كابتن، يعني اعتقد ان مصر كلها اتفقت ان لازم يكون في حكم اجنبي لهذه المباراه تحديدا الاهلي والمصري، واعتقد ان ده رفع الحرج عن لجنه التحكيم. والله كابتن انا شايف ان الحكم المصري كان قادر ان يدير هذه المباراه، يعني عشان الظروف يا كابتن وجيه اللي احنا فيها. انا شايف ان الحكام المصريين، والله يا كابتن عبد الحميد ويا كابتن علاء، الحكام المصريين كانوا مستعدين للمباراه، ولكن ما دام في تعليمات من الاتحاد المصري لكره القدم باسناد هذه المباراه لطاقم تحكيم اجنبي، طبعا لان احنا لجنه من ضمن لجان الاتحاد بننفذ تعليمات الاتحاد المصري لكره القدم. اهم حاجه ان شاء الله ان الفرقتين يرفعوا اسم مصر والمباراه تخرج بشكل يليق بسمعه الكره المصريه. اكيد كابتن وجيه احمد، الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنه التحكيم، شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق لحكامنا المصريين. الوقت جري معاك بسرعه كابتن علاء شويه، يعني تعالى ندخل ليه بقى كتير في فنيات. لا متهيألك انا اعتقد ان الناس مش عايزاك تمشي من يا ربنا يخليك. يعني تعالى ندخل في فنيات اللقاء. اتفضل. عندنا سعد سمير، يعني فرض نفسه بصراحه الجميل، اعتقد ان هو كان احسن لعيبه في الموسم او ان لم يكن احسنهم، يعني غيابه مؤثر. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه طبعا. غياب مؤثر، في لعيبه طبعا بتسد، محمد نجيب وربيعه ان شاء الله يسدوا، لكن سعد مميز شويه، ممكن ياثر غيابه بكره ولا هل الدنيا تمشي ازاي؟ هو في البدايه سعد اثر، ان سعد من اللعيبه المميزه، دايما اللي بيلعب بيبقى بيأدي كويس، لكن انت مش كل لعيب زي التاني، كل واحد مميز في حاجه. سعد كان مميز الفتره اللي فاتت قوي قوي، وسعد من اللعيبه ميدو اللي هم مش طلعوا فجأة كده، لا هو تعب واجتهد واشتغل لحد ما وصل للمستوى اللي هو فيه ده، طبعا حاجة ممتازة بالنسبة لسعد. لكن دايما اللي ما بيحصل في الأندية الكبيرة زي دايما بشبه بالنادي الأهلي، مش أكبر من النادي الأهلي، لما بتحصل إصابة للاعب أو غياب للاعب في على طول بديل، والبديل مش بديل، ده نجم لو راح أي نادي تاني يبقى نمرة واحد، يبقى هو الأساسي في المكان ده. فأنا شايف إن الناس الموجودة دلوقتي، سعد مش موجود، حجازي احترف، لا الناس اللي بتلعب موجودة وبتأدي. نجيب في رامي، أنا بقول لك ومفيش قلق، يعني رامي مع نجيب مفيش مشكلة، الاتنين لعيبة كبار قوي هيعرفوا يسيطروا على 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 على, على, على على الموقف اللي هم فيه، ما فيش خالص مشكله فيهم، متعودين على اللعب ده كتير جدا. لكن هي دايما عندك زحمه، ودي اللي بتفرق بقى، ان في لعيب عنده دايما البديل، وزي ما بقول لك البديل نجم، والنجم كبير ما فيش مشكله في حته الغيابات خالص. يعني يا رب يا رب ان شاء الله. لكن وجوده كان هيضيف ايجابيه. اكيد اكيد، انا بقول لك ما فيش واحد زي الثاني، كل واحد ليه ايجابياته. سعد بقول لك في فورمه ممتازه، لو وجوده طبعا كان فيه ايجابيات كتير جدا، لكن زي ما بقول لك حاجه، اللي موجودين اكيد هيبقوا على قد المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني السؤال اللي دايما بيصدع راس الكابتن حسام البدري، ما بتلعبش عبد الله السعيد وصالح جمعه ليه؟ شايف الموضوع ده ازاي من وجهه نظر يعني حد في الكوره، خلينا نتكلم في الكوره، كنت لعيب جامد جدا، كان الكابتن خالد بيض الله والكابتن علاء ميهوب ثنائي، يعني هنقول ان الثنائي ده يتشابه معاه شويه بعض الشيء، يعني شايف الموضوع ممكن يتطور ازاي؟ شايف ان الكابتن حسام ممكن يستغل الاثنين ازاي؟ شايف ان هو ليه ما يبداش بيهم؟ وجهه نظر ان هو يبدا بواحد ويقعد واحد؟ هو ما يبداش بيهم لان الكابتن حسام ليه طريقه لعب وشكل واداء استراتيجيه في الملعب بيحب يبدا بيها. اوكي. وطبعا انا وافقه تماما. اوكي. يعني عبد الله السعيد وصالح جمعه اثنين لعيبه مهاريين جدا، مقاوماتهم الهجوميه عاليه قوي، لعيبه كره ممتازين. تمام. كويس؟
كابتن حسام دايما بيحب يلعب 4-2-3-1. تمام. هو بيحب يلعب بالطريقه دي وماشي بيها ومنافسها كويس جدا. فدايما بيحب الاثنين اللي موجودين في اللي هم اثنين في نص الملعب ميدو مخاطراتهم الدفاعيه عاليه شويه، وبيحب دايما بلعيب واحد بس اللي هو فري اللي قدامه اللي هو غالبا بيبقى عبد الله السعيد اللي موجود على طول، وراجل ما شاء الله عامل كام موسم مع النادي الاهلي بامتياز. فهو ده اللي كابتن حسام بيلعب بيه دايما. فبعض الاوقات ويمكن في الفتره الاخيره لعب صالح وصالح وعبد الله سعيد مع بعض، لكن في اوقات معينه بتبقى كسبان 3-4 الفرقه الثانيه مثلا ما فيش مش هتهاجمك، عايز تكسب وما فيش حل غيرك تكسب، فعايز تعمل ضغط هجومي قوي بتلعب الكل في الكل زي ما بنقول، ممكن دي فيها تضحيه، لكن تبدا بالشكل ده هو بالنسبه لكابتن حسام بتبقى فيها سنه مجازفه انت مش عايزها، مش عايزها بدري، لكن بتبدا بالامان، تبدا بطريقه لعبك العاديه اللي انت متعود عليها ولعبتك متعوده عليها، وبعدين حته التغيير دي ممكن، لكن شوف الاثنين مع بعض لعب مع بعض عادي مفيش مش هتحس بمشكله، لكن بيبقى ليها وقت معين. حلو، يعني حسام غالي اتفضل. كنت حضرتك بتتكلم الخبرات. لا حسام غالي الخبرات والحرفنه والكوره وكل بالزبط. حاجه بالظبط. حسام غالي هتبقى اخر مباراه ليه، نفس الكلام على عمرو جمال. طبعا كلنا عارفين ان عمرو اعير لبيدفست ب 250 الف دولار، وفي حاله شرائه النادي هيدفع 3 مليون دولار. اوكي. وده اصرار من اللاعب على الرحيل. عمرو قاعد معايا. وكان في الموضوع ده كتير. هو مصر على الرحيل عشان يلعب ميدو، عايز عدد دقايق اكتر، عايز يلعب. وقال لي يعني الكلام معايا، قال لي نقطه يعني انا يمكن اقتنعت بيها وحبيت ان هو عايز يعملها. هو بيفكر في كاس عالم. عشان يلعب تصفيات كاس عالم ويوصل كاس عالم ان شاء الله، فلازم يلعب. يلعب عشان يبقى موجود ضمن المنتخب، هو بيفكر في دي. عشان كده حتى بديفيست وكده الناس كلها بتستغرب هو ليه. طبعا ده سعد واللي كان سعد جول فيه اصرار مش طبيعي. لا يعني ده مميزاته كمان الجديده لحته الاهداف وكده، وكان بيشبه نفسه براموس طبعا. بس هو لا هو احلى من راموس. لا احلى من راموس بكتير، بس شكله بالظبط لا نفس احلى من راموس. لا عشان ما اظلمش سعد بس كويس. فيعني من حقه ان هو عايز يلعب وعايز يلعب كاس عالم، ويمكن كابتن حسام طبعا يعني مشكور ان هو وافق لعمرو في الوقت ده. حسام غير اتفضل. طب خليني اسالك بسؤال الجماهير بقى. اللي هي الجماهير اللي يقول لك طب احنا كل لعيب بقى عايز يلعب يروح حساب النادي وماشي. لا مش كل ده سؤال الجماهير، حضرتك برضو رد عليه. مش كل لا مش كل لعيب مش كل لعيب بقى عايز يمشي هيمشي. يعني هو اللي فرصه قليله شويه، مش فرصه قليله عندك في المكان ده، ممكن في وفره من اللعيبه اللي ممكن لو حصل اي اصابه او ايقاف ولا حاجه هيبقى في نجم، وفي نجم كويس. ودايما دايما في حاجه ميدو على فكره والله، ودي انا بحسها دايما، النادي الاهلي بيفكر في مصلحه اللعيب اكيد، مش بيفكر في مصلحه النادي كنادي. الحمد لله النادي الاهلي عنده هجوم كتير جدا. وفي ناس يعني حتى موجودين في النادي الاهلي بالنسبه لهم دي حاجه كويسه. لكن هو كابتن حسام فكر وخد القرار في النهايه ان هو عمرو يطلع الاعاره دي، لان في موجود ما شاء الله موجودين. وكمان عوده مروان كمان هتدي له اضافه جديده، عندك وليد ازار وعندك اجاييه، فاعتقد المكان ده عماد متعب طبعا. المكان ده فيه ممكن كابتن حسام يلاقي فيه الحل كويس. تمام، نروح لحسام غالي. اتفضل. حسام غالي لو حضرتك بقى اللي بتحط تشكيله النادي الاهلي، هتبدا بيه ولا هتستعين بيه؟ هو عارفين المسؤال ده. طيب اوكي ماشي، بس انا هقول لك حاجه، بس على فكره حلو يعني ما فيش حاجه فيه اصل كل يعني ده احنا نزلنا حسام غالي. ده حسام هو كايبه كان ما كانش هيبدا. بص يا ميدو، اصل انا يمكن شهادتي في حسام ممكن نقول لك مجروحه، لان انا من وجهه نظري حسام من احرف اللعيبه اللي موجوده في مصر كلها. دي حقيقه، ما كل الناس عارفه. لعيب كوره ممتع ممتاز. وبعدين اصل حسام وهو صغير جدا يعني لما جه في الناشئين انا شفته كده، وكابتن نيمي الشربين طبعا صاحب الفضل الاول على حسام غالي. حسام غالي من وجهه نظري المتواضعه جدا، حسام غالي موجود في الملعب. وجهه نظرك مش متواضعة على حاجه، وجهه نظرك تحترم. لا ربنا يخليك، يعني دايما موجود في الملعب، لكن طبعا كل التفكير وكل حاجه كابتن حسام هو قادر، كابتن حسام بدري قادر، لكن انا بتكلم ممكن من رايي الشخصي او رايي عادي، لكن انا بشوف ان وجود حسام في الملعب في اي وقت حاجه ضروريه جدا. لكن هو دايما اختار لكابتن حسام البدري، فوقت ما بيبداش بيه، فوقت لما بيبدا بيه تحس ان في حاجه، في تغيير في الملعب. بالظبط. حسام بص حسام وجوده من البدايه تحس ان في حد، في قائد في الملعب. لا انا من وجهه نظري في لعيب كوره في الملعب، حتى لما بالظبط تحس ان حسام شخصيته موجوده في الملعب. حتى لما بيحتاط وينزل تحس ان في حاجه
في حاجه اتغيرت وهو ده الصح انك تبقى لعيب مش بادئ وتنزل انت لو مفيش تغيير حصل يبقى التغيير ده ملوش لازمه يبقى انت اساسا انت بالظبط ضيعت الفرصه اللي اديها لك المدير الفني لكن حسام لعيب انا من وجهه نظري ممتاز في كره القدم حاجه ممتعه في كره القدم يعني رحيله خساره كابتن علاء طبعا دي حقيقه طيب انا مش لكن دايما بقول لك في هتلاقي حسام مش هتلاقي هتلاقي دايما في نجوم ونجوم كتير هتظهر ممكن يعني رحيل حسام ده ممكن تلاقي فرصه اكبر بقت لصالح مثلا هشام محمد اللي لسه جاي منافسه ما انا بقول لك دايما النادي الاهلي نجم بيمشي او نجم مصاب او نجم بيمشي في نجم تاني مستني فرصه والنجم كبير جدا زي ما بقول لك اي لعيب اللي بتفرج عليهم او حتى في 25 او 30 هو النجم في نادي تاني اكيد يعني انا مش هضغط عليك في حته اللعيبه اكتر من كده ايه المفروض الكابتن حسام بدري يعمله بكره؟ زي كل مباراه يعني ايه اللي ياخد باله منه قوي؟ ايه اللي يركز فيه قوي؟ البدايه بس وهو بيعمل لها مليون حساب كابتن حسام البدايه من ناحيه ايه؟ من ناحيه اندفاع النادي المصري وروحهم وضغطهم على بدايه المباراه كلها وانت معاك الكوره وانت معاكش الكوره ودي من مذاكره كابتن حسام حته البدايه تفرق عنده كويس قوي ودايما يمكن انا اشتغلت مع كابتن حسام فتره يعني مش قليله من المدربين الفنيين بيهتم بالبدايه قوي يحب دايما تبدا في اعلى فورم لان احنا عامه لما بتبدا كويس يا ميدو انت خلاص لانك لو بدات بطيء حاله من الاثنين يا يعني مش هترجع تاني ودي بتبقى صعبه قوي اما هتاخد وقت عشان تخش في جو المباراه هو ما بيحبش كده هو كابتن حسام بيحب انك من اول ثانيه انت متسيد المباراه انت اللي الكوره معاك انت اللي الكوره على طول معاك في رجلك انت حتى لو الكوره مش معاك انت على طول الكره بتقطعها مفيش زي بيقول لك انا الهجمه الثانيه ما تبداش عليك مش ضاغط نفسك لكن هو عامل حساب البدايه بكره فريق متحمس جدا 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 فوق ما تتخيل عايز الكاس باي طريقه عنده رغبه قويه جدا زي ما بقول لك الرغبه واحده ممكن حتى يبقى عند لعيبه النادي الاهلي اقوى عايز بطوله بقى له فتره غايبه طبعا. دايما لعيبه الاهلي عايزه بطولات كابتن حسام بدري عايز بطوله ثانيه بالنسبه له كمدير فني انجاز جميل هو انجازه الفني فهي حته البدايه دايما هو عايز البدايه تبقى قويه جدا معاك الكوره او معاكش الكوره مش عايز النادي المصري يبقى هو المتسيد المباراه من اولها مش عايز اول كوره خطر تبقى على النادي الاهلي مش عايز كده هو دايما حسابات بص يا ميدو دايما حسابات صغيره جدا بتعمل فوارق كبيره في المباراه كلها يعني مثلا يقول لك اول كوره من رجلك حاول تلعبها صح ده كلام بقى للعيبه تاخد الثقه تاخد البدايه صح فهو دايما كده عايز هو دايما بادئ المباراه هو متسيد المباراه مش عايز يضغط نفسه باي طريقه لان هو عارف ان بيلعب فريق بيضغط كويس قوي دايما متحمس قوي فعشان كده حماسك وضغطك انا ممكن ابقى زيك واكتر لكن هي حته الميزه بتاعتك وانا معاك الكوره هي دي اللي هتفرق مباراه بكره اكيد بس. اكيد واكيد الكابتن حسام انا مقصود صدق ان هو هيركز عليهم قوي ان هو يبقى هادي جدا وهو معاه الكوره يمتص وحماسه معاه الكوره مش معاه الكوره حماسي جدا ازاي اجيب الكوره دي في اسرع وقت في اقرب نقطه ومهم قوي في اقرب نقطه دي الضغط في المكان ده كل الفتره اللي فاتت كلها يمكن متابعتك كابتن حسام هي الحته دي حته الضغط ضغط ضغط على طول في مكان الكوره هو مش عايز الكوره تبعد لعيبه النادي الاهلي وزي ما بقول لك طول ما انت معاك الكوره انت الاخطر انت اللي هتعمل خطوره انت ممكن تجيب هدف غير انت بتدافع وعايز تجيب الكوره اعتقد تبقى مشكله بتقابل برضو مدير فني برضو ليه مواصفات خاصه هايل طبعا خاصه برضو ما بيحبش يخسر كاس في ايده فرصه عمره النادي المصري طموح وطبعا حضرتك عارف طبعا ما ينفعش نتكلم غريب طبعا ما ينفعش نتكلم على كابتن حسام البدري ما نتكلمش على حسام حسن هيعمل ايه؟ هيبدا المباراه ازاي؟ هيبدا المباراه بطريقته بحماسه وبضغطه هيدور على هدف هو اللي هيدور على هدف بدري هو حسام حسن امنيه حياته يجيب هدف هو في الاول اكيد دي امنيه حياته مع الحماس مع الضغط مع جماهيره اللي عايزه البطوله مع هو كمواصفات حسام حسن ولعبته ما شاء الله كميه جري ممتازه وحماس وضغط من مميزاته الى جانب عنده لعيب كوره كويس اوعى تفتكر لعيبه مصر كلها جري اللي هو كله ضرب لا لعيبه بتلعب لعيبه كوره كويسه جدا كمان بالزبط. ولو سبت المساحات والوقت هيتعبوك جدا عشان كده بقول لك انا فيها كابتن علاء غير لما يكون لعيبه كويسه انا باكد على كلامك طبعا طبعا انا يعني كل احترام لحسام حسن وجهازه ومجموعه اللعيبه اللي هو عملها عمل جيل كويس قوي لبورسعيد كلها ونفسه يحقق بطوله ومن حقه دايما اقول المدير الفني يا ميدو الطموح وعايز يوصل لبطوله من حقه وليه لا انه عنده كل المقاومات الموجوده في فرقته بقول لك هو مباراه بكره تفسيرها او ما تيجي تتكلم عليها صعبه جدا 90 دقيقه بكره صعبه اللي هيفرق بكره
خبرات لعيبتك وتنفيذهم لمهام اللي هيقولها المدير الفني. اكيد. لكن دايما بقول لك انا هي حته البدايه. اكيد. صالح جمعه وعبد الله جمعه. اثنين لعيبه، عبد الله جمعه كمان لعيب مميز قوي كده، حضرتك تعرفه معاك منتخب الشباب. اه بالظبط، لعيب مميز قوي، لعيب سريع، لعيب ديليبرال، لعيب بيعرف يفوت، بيعرف يعدي، بيعرف يجيب جول. تفتكر الكابتن حسام عامل حسابه ان هو يوقف له علي معلول، ولا ان هو يهاجم بعلي معلول علشان يمنع ظهور عبد الله جمعه في الجزء الامامي للنادي الاهلي؟ بص، هو ده هيحاول، يعني كل واحد هيحاول مع الثاني، لكن هو الذكاء مين يتفوق على مين؟ الاثنين اقوياء جدا، والاثنين لو لقوا مساحه هيبقى متعبين للفريق الاخر. والاثنين الاثنين مدربين فنيين بيلعبوا عليهم. يعني اكيد اكيد حسام حسن بيلعب على عبد الله وعلى صوره عبد الله، وبيتمنى المساحه اللي ورا معلول. نفس الكلام عند كابتن حسام البدري، هيبقى التزام كويس قوي معلول، لكن الواجب الهجومي هيعمله. انت النادي الاهلي مش انت النادي مش نازل تدافع، لكن انت بتلتزم بطريقتك، بتدافع ملتزم دفاعيا، لكن هجوميا لا، انت عارف بتهاجم ازاي ومين بيستنى ومين بيروح. كل الكلام ده هو اكيد كابتن حسام البدري متكلم فيه. لكن هي كلها يا ميدو اللي هيلاقي المساحه، الوقت الخناقات كلها في كره القدم عامه، المدير الفني الذكي مساحات اللي يخلي لعيبته تخلق المساحه. بالزبط. دور على المساحه هتشتغل كل شغلك. بالزبط. لكن هتلاقي الدنيا مقفله فانت منتهي. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا ميدو، ويعني بستمتع بيك انا على المستوى الشخصي، واكيد كل جماهير النادي الاهلي استمتعت بكلامك وتحليلك وارائك المميزه جدا. الله يخليك، ان شاء الله دايما تنورنا وتشرفنا في قلبك. اشكرك يا ميدو وسعيد اني موجود معاك، وفعلا الوقت عدى بسرعه، وانت عارف يعني انت اول ما بتكلمني بيجي لك خلاص. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. يعني حلقتنا انتهت معاكم مع النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الاهلي الموهوب، الكابتن علاء موهوب. الكابتن علاء موهوب وموهوب كمان، يعني ان شاء الله عمالين نتكلم ونتوقع، لكن تبقى كل الامال معلقه باقدام لاعبي النادي الاهلي. بكره ان شاء الله، ان شاء الله يقدروا يفرحوا جماهيرهم الكبيره جدا، جماهير النادي الاهلي الكبير، ويبقى الاهلي دائما فوق الجميع. نورتوني وشرفتوني، مع الف سلامه.